اهلا 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 بحضراتكم يا اخي. ساعات كده الواحد يبقى قاعد عنده، لا هي مش ساعات، هي دايما بيبقى في عندنا كده، تقول ايه، زحمه افكار. يعني ايه زحمه افكار؟ يعني بيبقى في عندك كذا فكره وشايف انها كلها افكار قد تكون ملحه على الاقل بالنسبه لذاتك انت يعني. بس وانا قاعد عمال بفكر وقاعد عمال يعني بطبيعه الحال باعتباري راجل يعني زوج وعندي عيال ومش عارف ايه، وقاعدين بنتكلم انا وزملائي، لسه كنت بتكلم مع صديقي العزيز عبد الله صبري، والمصروفات والمصروفات المدارس، ما احنا بقى الموسم بتاع ادفع قسط المدرسه، وطبعا مصروف الشهري، وطبعا مش عارف لو حد بيعمل صنف في العربيه ولا حاجه بايظه ولا مش عارف ايه وكلام من ده. وبعدين قاعدين عمالين بنتكلم في انه السؤال هو لما يبقى فيه تضخم سعري في السلع والخدمات، بس بالتوازي في نفس الوقت لما تيجي تشوف الدولة هي بتحاول طول الوقت انها يعني ايه تعدل الميزان، تعدل الميلة قدر الامكان، فتلاقي مثلا مبادرة زي مبادرة كلنا واحد، وتلاقي ان انت في عندك منافذ زي منافذ امان ومنافذ وطنية كويس، وعندك مثلا الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية وما الى ذلك. السلع اللي فيها هي بالمناسبة السلع اللي بره، هي بالمعنى الحرفي والكامل والواقعي، شكلا ومضمونا نفس الماركة يعني بتاعت السلع اللي بره. بس لما انت هتروح للمنافذ دي هتشتريها بسعر حقيقي واقعي. لو خرجت جبتها من بره وارد انك انت، او يا سيدي مش وارد، في اغلب الظن هتشتريها بالاسعار المبالغ فيها، وهيضحك عليك والتاجر يقول لك هو ده اللي عندنا وهو ده النظام وما الى ذلك. طبعا عارف رايي في قصه هو ده النظام، اقول لك قطعه ما تروحلوش وكلم جهاز حمايه المستهلك اشتكيه. بس انا سؤالي هو انت ليه ما بتاخدش بعضك وتروح على المنافس بتاعه امان ووطنيه والشركه القابضه للمجمعات الاستهلاكيه ليه يعني؟ أنا بعتقد إن الناس عندها تصور وصل إلى مرحلة أنه فكرة ثابتة وراسخة في المخ. إيه اللي يودينا نروح نجيب هناك؟ لا 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 لا، أكيد الحاجة اللي هناك مش حلوة. أرجع أقول لك هي. فهيرد واحد يقول لك إيه؟ أصل هيبقى مدة الصلاحية بتاعتها، لا قبل ما تقول هي مدة الصلاحية بتاعتها هي الحاجات جديدة وطازة وزي الفل. أصل هتبقى زحمة، لا هي ما هياش زحمة. اصل بيرصوا الحاجات كده بطريقه ما بعرفش اشتريها، ما هو دايما الحجج هتبدا تذهب حتى الى بعض الاسباب والمبررات التي اراها تافهه يعني. اصل بيرصوا بطريقه ما ببقاش عارف اشوف، بالمناسبه اللي عاوز الحاجه بيدور عليها، بس في واقع الامر لا بيرصوها زيها زي اجدع سوبر ماركت في الدنيا، يعني ما اعرفش انت دخلت المنافس دي ولا لا. ده بالنسبه للمنافس الثابته. ده كمان المنافس المتحركه اللي هي موجوده يعني بتلف وبتروح وبتقف في شوارع وعلى نواصي الشوارع الكبرى وفي الأحياء وفي النجوع وفي الكفور وفي القرى وفي العزب، الحاجة موجودة. بالمناسبة ومنافذ وزارة الزراعة كمان، أنا من وأنا صغير كنت عارف إن أنا أمي بتروح المنافذ بتاعة وزارة الزراعة اللي جنبنا في الدقي علشان نجيب عسل ونجيب فاكهة ونجيب خضار، والأسعار جميلة وحلوة يعني حلوة. يا سيدي هتقولي بس مش زي زمان، مفيش حاجة زي زمان، عايز زمان قول له ارجع يا زمان لو انت جدع يعني ترجعه، مفيش حاجة اسمها كده. بس تاني انا هرجعك على انه ليه بقى يعني، ولا هي المسألة احساس طبقي كده؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن، اصل احنا تعودنا نجيب حاجتنا من محلات مش عارف ايه ولا سلسلة ايه، مش منطق. انت راجل عايز تحافظ على فلوسك على مرتبك وتشتري استهلاكات بيتك. تاني انا عمري ابدا ما هادعوك انك انت تنزل عن الحد الادنى للاستهلاك لسببين. اولا هو انا احرمك ليه او ادعوك للحرمان ليه؟ ده واحد. اتنين هو السبب الاقتصادي، النزول او خفض الاستهلاك اقل من الحد الادنى يخلق ركود، فنبقى بنعمل ازمة اقتصادية. لا انا عايزك تشتري اللي انت بجد محتاجه. في فرق ما بين اللي انا محتاجه واللي انا عايزه. فالدولة قاعدة عمالة بتتحرك زي ما بتتحرك بالظبط علشان تخلق قاعدة صناعية حقيقية. ده الكلام اللي كنت بقوله مبارح، نخلق قاعدة صناعية حقيقية علشان نطلع منتج محترم ينافس في أسواق التصدير العالمية الأسواق الكبرى.
الاسواق اللي عايزه الدرجه الاولى. يعني على سبيل المثال انا مثلا عندي القطن المصري صاحب السمعه العالميه، طب ما تيجي نصنع وتيجي مش بس بقى هنعمل غزول، ده احنا هنعمل غزول ومنسوجات. طول عمرنا عندنا قلاع صناعيه في هذه الصناعه تحديدا، عندنا قلعه المحله الكبرى غزل الماء. يا سلام، شوف بقى لما تبقى الدوله بتتحرك في ده. انا عندي سؤال اللي بطرحه من امبارح ده، هو فين القطاع الخاص في القصه؟ ما تخش، ما تبني، ما تصنع، ما تشغل الناس، ما تصدر. شوف بقى النهاردة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. ليه؟ علشان متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. وزير قطاع الأعمال العام في هذا الإطار قام بعرض مجموعة من المستجدات، أدي قدامك عينات هو بيعرضها على الرئيس. دي العينات والمستجدات كانت إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم. فين؟ بطبيعة الحال عندنا في المحلة، قلعة المنسوجات مفيش زيها. في ناس اللي هم بتوع اللي بيسموهم بتوع الساحل الشرير، اللي هم كتاكيت الساحل الشمالي ده، إيه؟ أنا أروح أشتري من غزل المحلة؟ هو أنت هتلاقي جودة زي بتاعت غزل المحلة؟ بالمناسبة يعني، طب أنا هزيدك من الشعر بيت برضه، معلش. في أوتيل في نيويورك، بالمناسبة ده أكيد مش هيعلن عندنا لأنه موجود في نيويورك مش موجود في مصر، اسمه نيويورك بالاس. ده أوتيل بتاع صفوة الصفوة، الناس الجامدة قوي. ده اللي لما بيبقى فيه رؤساء وملوك وسلاطين وبتاع ويزوروا نيويورك فيروحوا على نيويورك بالاس. حلو؟ طيب. نيويورك بالاس ده طبعا في الملايات وكياس المخدات وكياس المراتب والفوط والبشاكير والبرانس والحاجات القطن دي كلها. هتيجي تقول يوسف هي قطن مصري، هقول لك لا، هي قطن مصري ومتصنعه في مصر وبتتصدر لامريكا. نفهم بس الحته دي، هي قطن مصري بيور ايجيبشن كوتن الغالي قوي خالص ده، بره ده غالي قوي ومتصنعه عندنا. يعني مش قطن متصنع في امريكا، متصنع في المانيا، متصنع في فرنسا، متصنع عندنا ومتصنع اصلا في المحله بس بيطلع بقى تصدير. يا حلاوه. طيب هنا يبقى اللي بيعمله الرئيس هو ده الصح. انت عارف يعني ايه المصنع ده يبقى 62 ألف متر يتحط فيهم المكن والعمال ويبقى على احدث طراز؟ المساله مش انه بس اكبر، ده أحدث طراز من الماكينات أو الميكنة، كل حاجة هتشتغل زي ما يقولك كده في الفيلم توماتيكي توماتيكي. فأنت حتى لا مش توماتيكي توماتيكي لدرجة إن مفيش عندنا عمال وموظفين، في طبعا. الرئيس وهو بيشتغل بيراعي كل الأبعاد بالمناسبة عشان بس تبقى فاهم، يعني إحنا بنعمل المصنع عشان ندخل فلوس بس عشان نخلق فرص عمل كمان ونخفض معدلات البطالة علشان كمان ندرب العمال والموظفين بتوعنا علشان يبقوا دايما نمرة واحد زي ما هم طول عمرهم نمرة واحد. ما هو تاني العمال اللي وقفوا على المكن في المحل علشان يعملوا الملاية اللي رايحة نيويورك بالاس في أمريكا ده يتقل بالذهب، صح؟ وده اللي فهمه رئيس الدولة ومستوعبه جدا ومقدره جدا وبيدفع في اتجاهه جدا، فيبقى المزيد من التطوير والتحديث والتدريب. طب ده احنا محتاجين مصنع أكبر، هنعمل مصنع أكبر. محتاجين المصنع يبقى أحدث، هنعمل المصنع أحدث. ويوجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بهذه الصناعة الوطنية العظيمة، صناعة الغزل والنسيج في مصر، علشان يستعيد القطن المصري سابق عهده، يعتلي عرشه من أول وجديد، مش بس كخامة، قطن غزل وقطعة نسيج، حاجة جاهزة. ده في إطار يا جماعة توجه شامل للتنمية في مصر. مصر خدت هذا القرار من 2014، احنا مش هنقعد نصدر خام طول عمرنا، احنا مش هنقف مكتوف اليد بنتفرج على العالم هو بيجري، احنا هنحقق قفزات. ده اللي عايزاه الدولة في مصر، ده اللي بيساهم إن إحنا نقدر نعظم استفادتنا بشكل حقيقي من إيه؟ من القدرات بتاعتنا، من قدرات عمالنا، من قدرات عقولنا،
من قدراتنا اللي موجودة في قدرتنا على زراعة أفضل قطن ممكن، من القدرات بتاعة تحديث سلالات القطن اللي بيتم زراعتها. وهنا يمكن أرجعك على مرة قعدت والله أتكلم مع وزير زراعة سيادة الوزير سيد القصير، وقعد وراني القطن والأنواع بتاعته والألوان المختلفة، مش الألوان بعد الصبغ اللي بيتزرع يعني، وجودة القطن المصري عاملة إزاي، والتحديث اللي عملته وزارة الزراعة في مركز البحوث الزراعية عشان نطلع سلالات أكثر تفوقا وأكثر أهمية. الدولة كلها بتشتغل، فتلاقي الزراعة شغالة وتلاقي الصناعة شغالة وتلاقي قطاع الأعمال العام شغال، مجلس الوزراء كله شغال على قدم وساق، البلد طول الوقت قاعدة عمالة بتشتغل على كل منحة وعلى كل اتجاه وعلى كل رفض اقتصادي مع مراعاة كافة الأبعاد. فتلاقي على سبيل المثال احنا مش لسه كنا بنحتفي وبنحتفل الشهر اللي فات ده باسم سيادة الفريق رئيس هيئة قناة السويس سيادة الفريق أسامة ربيع في مجلة فوربس كأفضل CEO في الشرق الأوسط، صح؟ طيب تعالى بقى شوف تاني قناة السويس، وكنا بقى محققين احنا اعلى عائدات تاريخية، ده وقتها الشهر اللي فات ولا من شهرين اظن. طيب تعالى بقى شوف قناة السويس بتسجل اعلى ايراد شهري في تاريخها. انا مش عارف بقيت اعمل ايه مع قناة السويس بصراحة، فرحتي لا توصف، ما شاء الله والله اكبر، قل اعوذ برب الفلق. 704 مليون دولار، طب ده على نطاق الايراد المالي. اكبر حمولة صافية شهرية 125.1 مليون طن، ده في شهر يوليو. فيبقى سيادة الفريق أسامة ربيع ما يبقاش أفضل CEO في العالم بقى، مش أفضل CEO في الشرق الأوسط، سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، شكرا على المقدمة. إزاي صح؟ لا يا فندم العفو، أقل ما يقال يعني، يعني حاجة فخر لينا كلنا وحاجة ترفع راسنا كلنا يعني. فضل من ربنا، الحمد لله رب العالمين. سيادة الفريق، يعني بكل المتغيرات اللي بتحصل وكل الأزمات اللي حصلة في العالم، وطبعا من أبرزها الأزمة الأوكرانية، واستر علينا يا رب من أزمة تايوان، إلا أنه القناة فضل وعدل من ربنا مش بس محققة ومستمرة، لا دي مستمرة في منحنى صاعد. إزاي يا فندم؟ الحمد لله. طبعا احنا بنتكلم طبعا زي ما حضرتك قلت ان في شهر يوليو احنا حققنا اعلى عدد سفن، يعني ده يعني ده اكبر شهر كان فيه اعلى عدد سفن واعلى حموله صافيه واعلى عائد بالدولار. ده كان ناتج برضو ان احنا في شهر 6 30/6 اللي فات ده احنا كنا مخلصين السنه الماليه بحققين اعلى ايراد 7 مليار دولار، كان السنه اللي قبلها كان 5 مليار 800 مليون. بيتم ازاي؟ حاجات كتير جدا. اولا انا عايز اقول ان قناه السويس الجديده دي نمره واحد، حلو، واهميتها واللي عملته قناه السويس الجديده في ان عدد من السفن بتدخل القناه ما كانتش بتدخل قبل كده، حمولات من السفن وصلت دلوقتي ل 240 الف طن، سفينه حمولتها 240 الف طن بتعدي قناه السويس، الغطس بتاعها 17 متر ونص تقريبا، يعني احنا بنتكلم في حوالي عماره ست ادوار تحت الارض تحت الميه تحت الميه. بتكلم على كده 24 الف حاويه، فدي برضو ايه كل ده يعني نقول ان هو السبب الرئيسي طبعا قناه السويس الجديده اللي كان مشروع العملاق اللي اطلقه سياده الرئيس في 2014 وفتحناه في 2015. فلما بقى في قناه السويس الجديده بقى اصبح عندنا قناتين تتحمل عدد من المراكب ما كانش بيمر قبل كده لما كانت قناه واحده. يعني نتكلم ان احنا كنا بنمر 42 ل 45 سفينه، دلوقتي احنا يوم 29 7 الشهر ده مر اكبر عدد سفن في يوم واحد 85 سفينه بحموله 5 مليون و6 طن. فدي دي نقطه ان اولا احنا بقينا جاهزين. يعني عندنا جاهزيه ان احنا نستقبل عدد من السفن وعدد من الحمولات كبيره تستوعب اللي موجود في السوق كله، مش يعني مش بنقول ان احنا نقدر نستوعب حاجات وحاجات، لا احنا نقدر دلوقتي حاليا الحمد لله فضل من ربنا نستوعب كل انواع السفن واحجام السفن ممكن تمر في قناه السويس، اي حجم في العالم لاي سفينه او ناقله يمر من عندنا بسلام باذن الله. الحمد لله الحمد لله. دي نقطه، دي حاجه اولانيه. الحاجه الثانيه الخدمات اللي بتقدمها قناه السويس، بنقدم خدمه ممتازه جدا سواء كانت في عمليات الارشاد في عمليات عمال الاناره وعمال الرباط. 16 محطه بطول القناه، السفينه بتسلم من محطه لمحطه لمحطه، هو حتى الاطقم بتاع المركب بيبقى شايف ان هو ايه في ناس مراقباه على طول وخليها بالها معاه غير الاطرات اللي بتبقى صاحباه. ففي اهتمام بالسفينه. نيجي الموضوع الثالث او السبب الثالث برضو ان احنا شغالين دلوقتي في القطاع الجنوبي،
والقطاع الجنوبي ده كان مشكلته اللي حصل فيها حتى بتاعت ايفر جيفن. أيوه. مشكلته ان هو في انحرافات كتير حاده جدا، في تيار مائي في المكان ده في الجنوب كبير بيوصل لحد 5 عودة تقريبا، يعني حوالي 10 11 كيلو بيأثر على الدفه. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنعمل توسيع على الجهه الشرق 40 متر، وبنعمل تعميق من 66 قدم اللي كانت موجوده عليه قناه السويس الجديده ل 72 قدم. يعمل ايه ده؟ يحسن حركه الملاحه في الجزء دون بنسبه 28%. هيشعر الاباطين انهم في اختلاف ما بين اللي كانوا بيمشوا فيه قبل كده والصعوبه اللي كانوا بيقودوا بيها السفينه الى سهوله اكثر بكثير جدا بنسبه حوالي نقول ايه تلت مثلا ازيد، ودي طبعا بتحسن برضه الخدمه. وعلى فكره المشروع ده احنا لا نجني منه مال، يعني مش بنعمله عشان هنستفيد، لا احنا بنعمل خدمه بقى للعملاء، لان احنا لقينا ان الموقف هنا صعب، فالاستاذ تبايف قال لا ما تسيبوهوش، شوف هتعملوا فيه ايه واعرض عليا. عرضنا عليه ونفذنا، وبدانا ننفذ احنا من شهر مايو اللي فات السنه اللي فاتت، وننهي ان شاء الله شهر يونيو السنه 23. في حاجه الرابعه بقى والاخيره اللي هي احنا دايما بقى يعني عايز اقول ان احنا ايه 24 ساعه بنراقب السفن، الحمولات بتاعتها وبتروح فين وبتيجي منين وممكن ما تعديش عندنا ليه، ولا لا ده احنا لازم نجيب السفينه ليه. طب لو انا اديته بعض التخفيضات، لو اديته بعض المميزات في العبور، هل هيجي عندي ولا مش هيجي عندي؟ ونتناول معاهم، نتناقش معاهم، نتجاوب معاهم ونعرف. وبالتالي احنا جذبنا عدد من السفن زي ما قلنا قبل كده السنه اللي فاتت 2546 سفينه ما كانوش بيعدوا عندنا قبل كده، وبالذات الساحل الشرقي الامريكي كان خط السير بتاعه بنما فرس الرجاء الصالح، عرفنا نجذبه ونجيبه في قناه السويس. فدي يعني نقول احنا عوامل مكتمله، المنظومه كبيره جدا. يعني انت عشان تدخل سفينه، السفينه اللي احنا بنشوفها بتمر في قناه السويس كده تخش من الشمال وتطلع من الجنوب والعكس، لا في وراها كتيبه من العمل وكتيبه من التجهيز والاستعداد عشان السفينه دي تمر وتخرج بسلام. هي دي يمكن النقاط، اهتمامنا بالعميل، اهتمامنا بانك كل انواع السفن ممكن تخش في قناه السويس، ده يمكن الاسباب اللي بيقول عليها حضرتك. طب ده انا لفت نظري جدا يا فندم جمله حضرتك قلتها زي اللي هي كانت في سياق السبب الرابع، احنا في عندنا سفن كانت بتخرج من الساحل الشرقي الولايات المتحده الامريكيه، محيط اطلنطي، راس الرجاء الصالح، وتكمل بعد كده بقى على اسيا، صح كده؟ تمام. قدرنا ان احنا نجتذب الناس دي فتاخد بعضها وتطلع مضيق جبل طارق، بحر متوسط، قناه السويس. تمام. عملنا ايه؟ ده حاجه، ده حدث، حوافز، دي حوافز. يعني ما انت اصل عمليه التجاره دي ان هي يا استاذ يوسف انا عايز وقت وفلوس، هو بيحسبها. انا حديك، انا وصلت معاهم بتوع الساحل الشرقي دول لغايه تخفيضات تصل لحوالي 75%، نسبه كبيره جدا من التخفيضات. وكانت الناس تقول لي انت تخسر 75%، وكنت اقول لهم لا انا بكسب 25%، لان 25 كمان ما كانتش هتيجي، لان هي اصلا ما كانتش بتجيلي، ما كانتش جايه لي اساسا. فانا كسبت 25 لان القناه موجوده طبعا، يعني المصاريف اللي احنا بنصرفها لا ال 25 هتدخلني دخل، تدر عليا دخل اكتر من المصاريف اللي انا بصرفها في الاطراف او في الاباطيل اللي بيطلع. فاساسها اساس الموضوع سياسه تسويقيه، وبعمل اغراء ان انا طبعا عمليه ان ما فيش ستوب في القناه، بيعدي دايركت 11 ساعه، بينقله من الشرق للغرب في 11 ساعه، دي طبعا عشان يوصل راس الرجاء الصالح ياخده 3 اسابيع عشان يخش شرق اسيا. دي قصه يعني ايه محسوبه بالوقت وبالتايم، استخدام الوقود والتجاره ان توصل في توقيت معين. فده اللي يمكن عامل عندنا انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي برضه. اتفضل. احنا بنتابع حركه المراكب وحركه، لكن انا مثلا انا شخصيا كرئيس هيئه قناه السويس انا بيجي لي 3 بيانات لقناه السويس كل يوم. كل يوم يحصل عندي بيان الساعه 12 الظهر الواحده بعدد السفن المتوقعه انها تمر اليوم اللي بعده يعني بالحموله بتاعتها، وبعدين يجي لي بيان الساعه 7 بيان خروج السفن من القناه شمالا وجنوبا، ده فاضل له قد ايه وهيخرج الساعه كام وفاضل كام مركب في الانبوبه يعني او في المجرى الملاحي، واخر مركب تخرج الساعه كام. بعدين يجي لي بيان الساعه 4 الصبح يؤكد العدد السفن بالحمولات بتاعتها اللي كان منتظر، لان ممكن سفينه مثلا يحصل لها عطل، ممكن تلغي، ممكن سفينه تزيد، فيجي لي البيان الاكيوريت ان دول هيخشوا. فيعني قصدي احنا اهتمامنا من اول اقل عامل وموظف في الهيئه لرئيس الهيئه شاغلنا الشاغل هو المجرى الملاحي والسفن اللي بتعبر، هو ده بس، ما عندناش غير كده، هي دي حياتنا يعني. يعني صراحه هي دي حياتنا، نقول هي دي حياتنا يعني. والله يا فندم شيء مبهر ويشرف ويفرح، نشكر حضرتك عليه ونشكر كل العاملين في الهيئة على هذا الجهد وعلى طريقة التفكير دي. ألف ألف شكر لسيادتك، كل الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أستأذنكم نطلع لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
العقول بتفضل طول الوقت باقية. خلي بالك انه العلماء بيقدروا يحققوا الخلود، مش الخلود اللي هو هيخترعه الدواء اللي يخلي حضرتك تفضل عايش طول الوقت. هم بيقدروا يوصلوا هم للخلود، بيوصلوا للخلود بأبحاثهم، بعلمهم، باسمهم اللي بيظل دائما باقي في الأذهان وفي العقول وفي داخل النفوس، بيلقى دائما دائما أو تلقى دائما أسماء العلماء كل التقدير. هتلاقي الصفحة الرسمية لجائزة نوبل بتكرم عالم العالم المصري الكبير، عالمنا إحنا المصري، في ذكرى وفاته السادسة بإعادة نشر إسهاماته في تطوير طرق جديدة لدراسة التفاعلات الكيميائية، دكتور أحمد زويل الله يرحمه. طبعا غني عن الذكر ولا داعي لذكر ذلك أنه دكتور زويل واحد من أهم وأبرز العلماء على مستوى العالم. اكتشافاته المتعلقة بالفيمتو ثانية عملت ثورة في مجال الأبحاث العلمية والجراحة، حاجات كتير جدا أكثر مما يمكن أن نحصيها في هذه الفقرة. بس خلينا نرحب على التليفون بزميلنا وصديقي شريف فؤاد المستشار الإعلامي للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وأيضا لمدينة زويل. ازيك يا شريف؟ مساء الخيرات يوسف، تحياتي ليك. السعادة، توحشني جدا وسعيد سمع صوتك ومرافقه البرنامج ولتلفزيوننا المشترك. يعني الحمد لله كله تمام. تلفزيوننا المشترك دي من اجمل الجمل اللي انا سمعتها بصراحه، حلوه جدا جدا. شريف، يمكن انت راجل نقدر نقول ايه، رافقت الدكتور زويل لفتره جيده لا باس بها ابدا، وعرفت الدكتور زويل عن قرب. يعني احنا كلنا نقرا عن الدكتور زويل، نشوف لقاءات للدكتور زويل، حوارات للدكتور زويل، نفتخر ونتشرف بدكتور زويل. بس شريف فؤاد يعرف دكتور زويل، الجانب الإنساني في حياة دكتور زويل كان إيه؟ مين هو دكتور زويل يا شريف؟ الحقيقة الحديث عن الدكتور أحمد زويل هو حديث ذو شجون فعلا. تعرف إحنا جيل كان حلمنا لما ساعدنا بنوبل الدكتور زويل إن إحنا نشوفه ونتعرف بيه ونقعد معه. وأنا قدر لي الحقيقة أنه ألتقي مع مجموعة من الزملاء في 2005، فصارت بيننا صداقة منذ ذلك التاريخ إلى أن شرفت الحقيقة بعرضه للعمل معه كمستشار إعلامي سنة 2012، خصوصا هو كان بيستعد لإطلاق مشروع مدينة زويل، وكان الرجل لديه حلم فعلا، هو كان حقق كل حلمه الخاصة يوسف. هو بقي لديه حلم عام، كل اهتماماته أنه يرى مصر من الدول المتقدمة، وكان دايما يدعي ربنا ويقول يعني أدعو ألا يعني يتوفاني الله قبل أن أرى مصر من الدول المتقدمة علميا. وكان عنده إيمان غريب بالمصريين وبسواعدهم وبإرادتهم، كان دايما يقول أنه مصر تستطيع. دكتور زويل كان شايف أنه البحث العلمي وأن كل الأمم على وجه الأرض ما نهضتش إلا من خلال البحث العلمي. هو كان لديه ما يعرف باقتصاد المعرفة، هو عايز يسهم في الاقتصاد والناتج القومي لمصر من خلال اقتصاد المعرفة. فكان عايز في منظومة البحث العلمي يكون عنده مشروع له استقلالية يسهم به مع هذه المنظومة اللي موجودة في مصر في تحقيق هذه النهضة العلمية اللي كان بيحلم بها مصر. هذه النهضة ودون مبالغة يوسف وليست مغالاة مني على الإطلاق، عايز أقول لحضرتك أنه في توقيت مرض الدكتور زويل وبعض الفترات السيولة اللي مرت بيها البلاد في 13 و14، كان دائم التواصل معه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقت أن كان وزيرا للدفاع. والحقيقه انه بعد ما تولى رئاسه الجمهوريه وشكل لجنه الخبراء والعلماء برئاسه الدكتور احمد زويل، فضل انه يلتقي الدكتور زويل قبلها. انا اذكر جدا هذا اليوم 4 سبتمبر 2014، وكانت اول مره دكتور زويل يزور مصر بعد سنه ونص من المرض اللي هاجمه بفعل الضغط العصبي اللي تعرض ليه داخل البلاد اثناء الاستعداد لمشروع. منذ ذلك الحين وكان في توجيه واضح من الدوله المصريه بالاحتضان واحتواء والانتهاء من مشروع الدكتور أحمد زويل المتمثل في مدينة علمية مشكلة من مجموعة من المكونات، ربما يتاح وقت نبقى نتكلم عنها أكيد يوسف لأنها حاجة يشار لها بالبنان طبعا. حتى بعد رحيل الدكتور زويل الحقيقة واجهتنا في المدينة بعض المشاكل المادية. السيد الرئيس وجه بأنه الدولة المصرية مشكورة تسجل 3 مليار جنيه قيمة الإنشاءات اللي تمت على الأرض، ووجه الحقيقه السيد الوزير خالد ابو غفار بصفته رئيس مجلس امناء مدينه زويل كمان باستكمال الانشاءات وان الهيئه الهندسيه تنتهي من كل هذه الانشاءات. كان من حسن الطالع السنه دي في ذكرى وفاه الدكتور زويل واحنا بنتكلم عنه وعن حلمه العام
انه اولا يتم اعتماد دولي لمدينه زويل اللي هم التكنولوجيا كاول جامعه حكوميه واهليه معتمده دوليا في مصر من هيئه الاعتماد الامريكيه ايبت. رقم اثنين تم اطلاق كليه علوم الحوسبه والذكاء الاصطناعي، بالاضافه الى تصدر مدينه زويل النشر الدولي محليا كل الجامعات المصريه، وايضا احتلت المركز الاول محليا في تقييم التايمز البريطانيه من ناحيه جوده التعليم. بتتكلم عن 6 دفعات فقط تخرجوا يوسف من هذه الجامعه. معدل التوظيف بالنسبه للطلاب الخريجين 90% في اول 3 شهور، وده بيفوق المعدل العالمي اللي هو بيبلغ 60% في اول 6 شهور. فده على طول بيعكس لك فلسفه الدكتور زويل وازاي كان بيفكر وازاي كان بيحلم وازاي تحمل كل هذا التعب الحقيقه واصر على استكمال هذا المشروع. وخليني اقول لك، يمكن احنا كنا مع بعض في 2015 صحيح. انا وانت بعدها في 2016 توفى الدكتور زويل، فدعاني بعد ما كنت انا في صحبتك لزيارته في جامعه كالتاك، ودي كان اول مره يعملها ويعزم حد من مصر. فالحقيقه كنت كان بصحبتي زميلنا وصديقنا المشترك خير رمضان طبعا. وكانت جامعه كالتاك حشدت لي 5 من الحائزين على نوبل من على مستوى العالم، اسماء كبيره جدا، منهم مايك بينس الاقتصادي الشهير وروجر كومبيرج، ده احد اهم الكيميائيين ايضا في العالم. بمناسبه مرور 40 سنه على انضمامه الى كالتاك و70 عام تاريخ ميلاده 70 يعني. انا كان من حسن حظي اني جلست جنب سعاده السفيره لمياء مفهيمر قنصل مصر العام في لوس انجلوس. فلما قام الدكتور زويل يلقي محاضرته، لك ان تتخيل ان هو بدا يتكلم عن انه مصر هي التي علمت العالم، وبدا يعرض لي مساهمات الفراعنه وصولا لابن الهيثم. تشعر بالفخر وصوره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلم مصر بيخرج في المحاضره قبل حتى العلم الامريكي وقبل صوره الرئيس الامريكي وقتها الله باراك اوباما. لدرجه انه سعاده السفيره حتى وقتها كانت سعيده جدا وقالت لي شوف احنا لو بندفع مليارات علشان نسوق للصوره الذهنيه لمصر الجديده بهذه الطريقه مش هنقدر نعمل دكتور احمد زويل ده. فكنا قاعدين فخورين جدا كمصريين، والرجل كان يشعر بدنو اجله الحقيقه يوسف، لانه في هذه الزياره طلب انه يشتري مقبره في 6 اكتوبر قريبا من مدينه زويل. والحقيقه انه لم يعد مره اخرى الى الى مصر الا وهو جثه هامده. الله يرحمه. وانا اذكر انه الحقيقه كان في هذا التوقيت لما تلقيت هذا الخبر الاليم كنت مطالب اني اعلنه. فكان اول نعي واتصال حتى وصل لاسره الدكتور زويل وليا شخصيا كان ايضا من ديوان السيد الرئيس طبعا. بينعي وبيؤكد انه في جنازه عسكريه للدكتور احمد زويل. هذا الرجل لو تشعر الحقيقه بعظمه انتمائه لهذا البلد وتراب الوطن وتحمله ما لا يتحمله، ان يعني لدينا الكثير من الاسرار الحقيقه يوسف، ربما انا كتبت كتاب في هذا الاطار يتعلق بالحرب الشرسه التي كانت تستهدف اقصاؤه او ابعاده عن انشاء هذه المدينه لاسباب عده، الا انه تمسك بهذا الحلم. كان معاه مجموعه من الاصدقاء ومن علماء مصر اللي بنفتخر بيهم زي الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد منيب والدكتور احمد عكاشه والدكتور مصطفى السيد وحتى الدكتور محمد العريان. الحقيقه كان لديه اصرار شديد على تنفيذ هذا الحلم وانشاء هذه المدينه العلميه لتتكامل مع منظومه البحث العلمي في مصر، لانه كان يدرك انه لا يمكن يتحقق تقدم من دون التعليم والبحث العلمي. هو كان يؤمن انه فكره تحقيق فقط تقدم في عقار معين تنفذه المدينة ممكن ينقل البلد نقله كبيره جدا فيما يعرف باقتصاد المعرفه. وده حصل الحقيقه وقت ازمه كورونا، انت متابع طبعا يوسف، فكره الفنتليتور اللي الطلبه والمهندسين في المدينه قدروا يصنعوه وقدموه بالتعاون مع الانتاج الحربي للمستشفيات. الابحاث العلميه العظيمه والافهامات اللي قام بيها وادي العلوم والتكنولوجيا وايضا المراكز البحثيه في المدينه صحيح. مع الوزارات المختلفه في مصر وتطوير الكثير الحقيقه سواء في مجال السمات، في الطاقه، في الصحه، في البيئه. انا على ثقه ان الدكتور احمد زويل هو اسعد الناس الان، وهو يراقب الحقيقه من مقبرته تقدم ابنائه في مدينه زويل وتحقيقهم لكل هذه النجاحات العلميه، وكمان مصر الكبيره والمستقره اللي كان دايما فخور بانه بينتمي ليها وكان يقيم لها كل تقدير وحب واحترام. الله يرحمه يا شريف. والله انا سعيد جدا سمعت صوتك، سمعنا صوتك من زمان، ونشوفك قريب بقى ضروري جدا قوي خالص، لانه زي ما قلت كده الحديث له شجون، فيستمر الحديث حول جانب كبير جدا لم يكن دائما معلن عن الدكتور احمد زويل. خلينا ناخد معانا ايضا على التليفون دكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينه زويل. اهلا اهلا يا دكتور.
اهلا يا فندم، اهلا يوسف بيه، ازاي صحة يا دكتور؟ يا رب تكون كل حاجة بخير. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. دكتور محمود، يمكن مدينة زويل دي كانت من ضمن الحاجات اللي هي بيحلم بيها كل المصريين. بالنسبة لي أنا كنت بشوف مدينة زويل وهي بتتحقق على أرض الواقع إنه في يوم من الأيام هيبقى في عندنا كالتك المصرية، مش كده ولا إيه؟ بالطبع ده كان حلم الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه، والحمد لله المدينة دلوقتي مر حوالي 10 سنوات على إنشاء المدينة، أنشأت 2012، وبعد والجامعة في القلب من المدينة 2013، والحمد لله دلوقتي بعد 9 سنوات المدينة بدأت تتبوأ مكانها. على سبيل المثال بالنسبة للجامعة، حصلنا بالعام الماضي في تقييم تايمز للمؤسسات التعليم العالي على المركز الأول مصريا والعاشر عربيا بين الجامعات، وده في خلال 8 سنوات فقط من عمر الجامعة. ده يعتبر إنجاز كبير جدا، ولله الحمد بفضل الزملاء العاملين في الجامعة كلهم من أعضاء التدريس ومن عاملين ومن باحثين. المنظومة بالكامل الحمد لله أدت ثمارها، ويوم وراء الآخر بنحقق إنجازات كبيرة كان يحلم بها الدكتور أحمد زويل رحمة الله. ما الذي تحتاجه جامعة زويل أو المدينة بشكل عام حتى تصبح واحدة من هقول مثلا تصنيف أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، سواء إذا كان في تصنيف تايمز أو في تصنيف كيو أس إلى آخره؟ طبعا الوصول للتصنيف ده بيتطلب اولا مع العمر ان يتم انجازات واجتذاب عدد كبير من الطلاب في تخصصات مختلفه، والحمد لله احنا المدينه بتستكمل منشاتها بفضل الله ودعم الدوله المصريه برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا ان شاء الله على وشك استلام كافة المنشآت بالكامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بيتم استكمال الرسالة مع مرور الوقت واستكمال المنشآت والوصول بعدد الطلاب للعدد الأمثل المخطط ليه للمدينة، في نفس الوقت الحفاظ على الجودة سواء جودة العملية التعليمية أو جودة الخدمة المقدمة داخل المدينة بالكامل باعتبارها هي رقم واحد بالنسبة لنا. ده في الآخر خالص إن شاء الله يوصلنا للوصول لهذا الهدف إن شاء الله. يعني أنا أشوف ساعات كتير يا دكتور محمود إنه العديد من الأسر، لو صح تعبير يعني في تصنيف طبقي، إنه أسر الطبقة المتوسطة العليا بتقعد طول حياتها تحوش علشان تبعت الولاد يتعلموا في جامعات في أوروبا أو جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتقد دكتور محمود أنه في قريب قد نشهده في حياتنا أن احنا نشوف ولادنا بيتعلموا هنا، وكمان يجي لنا على رأي الجامعات بتاعت الأجنبية يفتخروا بعدد الانترناشنال ستودنتس أو الطلبة القادمين من أعالي البحار أو الدوليين؟ هنقدر نجتذب كمان طلاب من بره يجوا يتعلموا عندنا في مدينة وجامعة زويل، سواء إذا كان في المركز البحثي أو في مراكزها البحثية أو داخل المدينة داخل الجامعة؟ طبعا سؤال حضرتك ده سؤال مهم جدا، اللي بيبين مدى التنافسية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا على سبيل المثال داخل مدينة زويل والمؤسسات العالمية. الخبر الجميل نحب نقوله مع حضرتك دلوقتي ان احنا الحمد لله اجتزنا متطلبات الاعتماد الدولي من اكبر هيئه في الولايات المتحده الامريكيه. حلو. لاعتماد برامج الهندسه والعلوم بحيث يكون الخريج بتاعنا مطابق المعايير بتاعته بالكامل لمعايير التخرج في ارقى واكبر الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه. وفي اللحظه دي ان شاء الله احنا تقريبا بنهايه هذا الشهر على اقصى تقدير هيكون حصلنا رسميا على هذا الاعتماد. هيكون الخريج بتاعنا اي ولي امر كان بيبعت ابنه يتعلم بره او يرغب في تعليمه بره، تعليمه في مدينه زويل بيحصل على نفس الشهاده بنفس الصلاحيات بنفس المعايير المطرب بيها من اكبر الهيئات على مستوى العالم ان شاء الله. باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور محمود، تمنياتي
فعلا من قلبي بجد بمنتهى العمق للجامعة وللمدينة بشكل عام، انها حقيقي تبقى المنافس الشرس لحاجة زي كالتك وحاجة زي MIT وحاجة زي المعهد السويسري الفيدرالي، ويمكن دول اهم ثلاثة موجودين، وممكن نحط جنبهم اسمها ايه باري بوليتكنيك كمان، يعني ده باعتبار ان انا يعني عندي ربع كده ثقافة فرنكوفونية. اشكرك جدا دكتور محمود. ده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم بالمناسبة. في جانب كبير جدا، احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بدأنا نشتغل على حاجة اسمها تصدير العملة الصعبة، ودي حاجة مش حلوة. يعني ده التصدير الوحيد اللي وحش. اللي هو ايه؟ ان انت يبقى في عندك اهم كده بتاع تعليم الجامعة بتاع العيال. زمان لما تم انشاء الجامعات المدنيه في مصر ما كانش ده هم تقيل على الاسر المصريه نتيجه اسباب كتيره جدا، مش دي القصه. ونتيجه تقريبا نفس الاسباب حصل شكل من اشكال فقدان البوصله لدى التعليم في جامعات او بعض الجامعات عندنا. اصبحت اسر كتير جدا بتقعد تفكر ازاي تحوش مبلغ يبعتوا بيه العيال بلاد بره. يعني هضرب لك مثل، مره حكيت لكم ان ليا ابن اختي بيتعلم في جامعه في فرنسا. الجامعات في فرنسا عمليا ببلاش، يعني انت بتدفع فيها مصروفات كده زي المصاريف الاداريه زي اللي عندنا في مصر. حلو، ما هياش نفس المبلغ بس مبلغ ما هوش بعيد عنه، لكن بالتاكيد هذا الشاب اللطيف الباشمهندس حمزه وبيدرس هندسه طيران، باشمهندس حمزه ده راجل هيقعد في اوضه جامعيه دي بفلوس، هياكل وهيشرب وهيلبس وهيشتري مهمات الدراسه والاقلام والاحبار والحاجات والمحتاجات، ما دي فلوس. فيبقى ابوه وامه يعانوا الامرين علشان يحوشوا مبلغ وبعدين يحولوه ليورو علشان هندسه حمزه. طيب يا سلام سلم لما يبقى عندي جامعات زي الجامعات بتاع بلاد بره، وما نضطرش ساعتها نصدر العملة الصعبة دي بره، لا نحتفظ بيها كده جوه بلدنا، هتنفعنا في حاجات مهمة وكويسة وعظيمة. طيب ده معناه انه انا يبقى في عندي تعليم جامعي، انا ما عنديش عقدة خواجة، يعني مش مثلا ايه عايزين نفتح فرع جامعة اوكسفورد في مصر، مش بالضرورة، لكن اقدر ان انا احول جامعه زويل انها تبقى منافس. خدت لي بالك؟ اقدر احول جامعه الجلاله وجامعه العالمين وجامعه المنصوره الجديده تبقى منافس، جامعه القاهره وعين شمس واسيوط والمنصوره، جامعه المنصوره بتاعت زمان بقى مش جامعه المنصوره الجديده، مش الجامعه الاهليه، تبقى منافس. جامعه قناه السويس وجامعه جنوب الوادي، مش عاوز انسى جامعات يعني، تبقى منافس، منافس حقيقي. منافس حقيقي، مش منافس في الاسعار، مش ان احنا هنعلم وهندي لك شهاده والشهاده حلوه وتاخد بكالوريوس الهندسه بس هتدفع فلوس اقل من بره، ولا تاخد بكالوريوس الطب ولا ليسانس الحقوق ولا لا 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 لا. منافس يعني، منافس يعني تبقى الجامعه بتاعتنا كده يقول لك جامعه ليها اسم وسيط وسمعه علميه كبيره. الجامعات دي علشان تحصل على ده زي اوكسفورد ولا كامبريدج ولا امبيريال كوليدج ولا ييل ولا ستانفورد ولا هارفارد ولا MIT ولا كالتك، خدت عشرات بل مئات السنين في بعض الاحوال. يعني جامعه زي اوكسفورد تقريبا عمرها 1100 سنه، واخد بالك؟ احنا هناخد قد ايه عمر سنين مده نقدر نختصر المدد لو احنا اشتغلنا بالمظبوط جدا قوي خالص. عقول مصر حدث ولا حرج، عندنا احسن ناس بتشتغل في الاتصالات وفي الروبوتكس وفي الانكريبشن، ده لو انا بكلمك على تخصصات هندسيه وتقنيه تكنولوجي يعني. عندنا احسن دكاتره واطباء وجراحين كذا الحال. بالمناسبه الطبيب المصري من اكثر اطباء العالم طلبا في المملكه المتحده في بريطانيا، من اكثر اطباء العالم طلبا، مش بس بقول لك بقى في وطننا العربي وبره. مخ، فأنا ما عنديش مشكلة عقول وأذهان، أنا عايز بقى إزاي أعرف أعمل التربيط والتناغم ما بين العقول والأذهان والعملية التعليمية ومدد الدراسة وطريقة الدراسة وشكل المنهج وكتابته، وإزاي أعرف أحصل على الاعتمادات الدولية من كل حتة
مش بس خد بالك، مش بس للمرة الثالثة ان انا بمضي بروتوكولات التعاون المشترك ما بيني وبين جامعات اخرى، مش بس ان انا هاخد شهادة من جامعة يوسف زائد جامعة كذا كذا اللي في امريكا ولا جامعة كيت كيت اللي في انجلترا، ابقى مكافئ مناظر منافس ليهم. خد بالك من معنى الكلام. هنا مش هتصدر عملة صعبة. الأهم من مسألة تصدير العملة الصعبة دي، الأهم إن أنت أولادك بيتعلموا عندك. أنت بقى هنا مش هتصادف ولا هتصطدم بالمشاكل بتاعة العيال لما تسافر بره، هتتعرف على ثقافات عاملة إزاي وعادات وتقاليد اجتماعية عاملة إزاي ومتغيرات أخلاقية عاملة إزاي. واللي زي ده وقد يكون أهم هو أن أنت بتخلق نهضة بحث علمي حقيقية في البلاد توصلنا لمسألة الاقتصاد المعرفي اللي كان بيتكلم عليها زميلنا شريف فؤاد، واللي كان بيتكلم عليها دكتور محمود عبد الرب، واللي بيتكلم عليها كل من هو مهتم بمسألة البحث العلمي في مصر. بحث علمي يعني جامعة، جامعة. بحث علمي يعني إيه؟ يعني جامعة. بحث علمي يعني مراكز بحثية. طب هو القطاع الخاص له علاقة بده؟ آه. يعني يعمل جامعات؟ لا لا، وش كده، يعني يرعى البحث العلمي في الجامعات. هو أنت فاكر أنه لما بيبقى في عالم كبير بيعمل أبحاث في الجامعة الفلانية ولا المعهد الترتاني بيبقى فلان الفلاني شاري المعهد ولا الجامعة؟ هو بيرعى أبحاث هذا العالم. يعني لو افترضنا جدلا، وده طبعا مش واقع، ان انا عالم في مجال اي حاجه فبعمل ابحاث في كذا، فبتلاقي ان في مؤسسه ما اقتصاديه صناعيه مهمه جدا جايه بتقول احنا هنصرف على ابحاث يوسف عشان يخترع لنا مقشره التين الشوكي. سيبنا من الهزار، انا بكلمك بجد بقى، عشان هيعمل لنا الصاروخ اللي هيطور لنا في محركات النفاسة بدل ما تستهلك بنزين كتير جدا وتلوث الجو. انت عارف الجو فيه 45 مليون رحلة طيارات سنوية، ده بيلوث بشدة بالمناسبة، بأن احنا مقبلين على أزمة، مقبلين أسف على قمة المناخ عندنا في نوفمبر في شرم الشيخ. فالأبحاث اللي شغلة العالم ازاي اقدر اطور محركات النفاسة عشان تقلل استهلاك الوقود. طب هنشغلها بالكهرباء، طب وهو ساعتها هحتاج كام بطارية، طب الوزن بتاع الطيارة، طب هيحصل ايه، الى درجة ان انا اللي انا كنت علمي او كل حاجة بس ما دخلتش كلها، يعني دخلت اقتصاد، بدأت افكر هو ازاي نقدر نستغل البطاريات ونحطها في الطياره، بس مش عشان تدور المحرك، لكن عشان اشغل بيها مغناطيس كهربي يخلق لي مجال فاقدر اعمل بيه حاله دوران او روتيشن يؤدي الى تدوير المحرك. حدوته كده قاعد عمال اقرا فيها على قد اللي انا فاكره من ايام الثانويه العامه، لكن مش دي القصه. مين اللي بيصرف على الابحاث دي؟ مصانع، صناعيين، رجال اعمال، شركات ضخمه، مؤسسات. هل ده بيحصل عندنا؟ لا، بيحصل في اطار تاني بقى اللي هو التعليم الفني الجديد، المدارس الفنيه الجديده اللي اتعملت. انا عايزه يحصل على نطاق اوسع جوه الجامعات. طيب بما اني بتكلم على الجامعات بزعل لما الاقي في مشاكل في اي جامعه، فلقيت انه للاسف ويمكن كلنا سمعنا عندها مشاكل واشتباكات بسبب التكدس بتاع الطلاب واهاليهم. انا مش عارف اهاليهم رايحين معاهم ليه برضو، يعني سيبوا العيال تكبر، سيبوا العيال تنضج، تروحين مع العيال تعملوا ايه؟ طالب ولا طالبة داخلين الجامعة، بابا وماما رايحين معاه ليه؟ طبعا عادة الأمهات قلبهم رهيف. المهم تحصل اشتباكات ومشاكل بسبب تكدس الطلبة والأهالي في جامعة المنصورة أثناء ايه؟ أثناء اختبار القدرات بكلية الفنون الجميلة. فتيجي الجامعة تقرر تشكيل لجنة لإدارة الأزمة. أزمة بسبب تكدس، أنتم متخيلين؟ وصلتوا إدارة الجامعة لفين يا جدعان؟ وتحط آليات للتنفيذ من بكرة بإذن الله. يعني أنا أوصل إدارة الجامعة أنها تعمل لجنة إدارة أزمة بسبب التكدس بتاع الطلبة وأهليهم، وناس ترفع كرسي؟ إيه الكلام ده؟ طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء النور على حضرتك. هو ايه اللي بيودي الاهالي مع الطلبه الجامعه يا فندم؟ طيب خلينا احيي حضرتك الاول وفريق العمل المحترم والساده المشاهدين. الله يحفظك.
اختبارات القدرات بيأديها طلاب الثانوية العامة تمهيدا لالتحقهم ببعض كليات جامعة المنصورة. ايوه. وبنؤدي اختبارات القدرات منذ سنوات، وحتى هذا العام بنؤديها من يوم 26/7 بمنتهى السلاسة وما فيش مشاكل. عظيم. ما حدث اليوم هو يعني توارد أعداد ضخمة من الطلاب، ما كانش كلهم مفروض ان هم يكونوا متواجدين اليوم، والحمد لله جامعة المنصورة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد مهما زادت عن الأعداد المقررة. ولكن كان الجديد النهاردة إصرار العديد من السادة أولياء الأمور على التواجد داخل الحرم، وزي ما سيادتك تفضلت يعني بدون مبرر. أدى ده طبعا إلى حدوث التكدس اللي حضرتك مشكورا عرضته. أستاذ الدكتور رئيس الجامعة زي ما حضرتك تفضلت عقد اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات، وخدت عدد من القرارات الفورية، منها فتح قاعات جديدة لاستقبال الطلاب، زيادة أعداد الإداريين المسؤولين عن إنهاء الإجراءات وتحصيل الرسوم، وزيادة عدد الماكينات اللي بيتم بها تحصيل الرسوم. وبالفعل انتهت الأزمة على مدار يوم، وانتهينا الى انه النهارده اختبرنا 2200 طالب، وانهينا اجراءات ما يزيد عن 3100 طالب في يوم واحد. في يوم واحد الحمد لله. وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا النهارده في كليه الفنون الجميله اللي هي محل الفيديو اللي سعادتك عرضته، هي كليه بتقبل في الدفعه اجمالي في العام الدراسي كله أقصى شيء من 400 إلى 500 طالب، إحنا النهاردة اختبرنا 750 طالب. ماشي. ده حق أبنائنا طبعًا علينا. طبعًا مش مختلفين. وبنستمر في تقديم الخدمة، وبكرة في إجراءات أخرى جديدة وقاعات أخرى جديدة لاستيعاب أي عدد من الطلاب بيود في أداء اختبار القدرات، ولكن بطلب من أبنائنا الطلاب الالتزام بتعليمات المنظمين، وبطلب من السادة أولياء الأمور عدم محاولة دخول الحرم الجامعي، لأنه حقيقي هيؤدي إلى إعاقة الهدف اللي هم عايزينه، هو إن أولادهم يؤدوا هذه الاختبار. جزء من ما حدث في اليوم إنه الوزارة مدت فترة الاختبارات، وده خبر يمكن لسه ما انتشرش جدا، مدت فترة اختبارات القدرات حتى 11/8 بدلا من 6/8. فبأطمئن أبنائنا وأولياء أمورهم إن كل من سجل على منصة اختبار القدرات سيتم اختباره، نلتزم بالتواريخ المحددة لينا لأداء الاختبارات، ونلتزم بتعليمات المنظمين، وبتستمر جامعة المنصورة في أداء دورها إن شاء الله بإذن الله. يعني عملية نقدر أقول يا دكتور محمد، الجامعة ما عندهاش أي مشكلة في إنها تخلي الطلبة يعملوا اختبارات القدرات وتنهي الأوراق، حتى لو مليون بني آدم، مليون طالب ومسجلين. تماما. بس ما فيش منطق يقول إن أنا أجيب معايا بابا أو أجيب ماما أو أجيب الاثنين. ده أسر كاملة حضرتك شرفتنا اليوم مع أبنائنا الطلاب، والكل يعني متدافع على منافذ أداء الخدمة، فده في النهاية طبعا أدى إلى بعض الإعاقة. يمكن على مدار اليوم برضو كان في بعض يعني ادعاءات من كافة الأطراف بحدوث بعض الاشتباكات الطفيفة، ودي محل تحقيق من الجامعة، وحتاخد مجراها الكامل بالطبع. انه الطرفين ادعوا على بعض، سواء اذا كان بعض الاداريين او بعض من اولياء الامور، ادعوا على بعض بانه حصل يعني تشابكات، وتشابكات بين طلاب وبين اولياء امور وبعض، وبين يعني في ادعاءات كثيره، وهي محل تحقيق، بس هتاخد وقت في تفريغ الكاميرات وفي طبعا الوصول الى حقيقه ما حدث. صحيح. بنتمنى مره اخرى انه الجميع يلتزم بالتعليمات، وهي معلنه على موقع الجامعه وعلى موقع الوزاره، وبيسعدنا استقبال اي اعداد من ابنائنا الطلاب. أنا عايز أقول لحضرتك إن 750 طالب اللي إحنا اختبرناهم النهارده في كلية الفنون الجميلة جايين من 11 محافظة. يعني عندنا بيجي طلاب من شمال سيناء ومن جنوب سيناء ومن أماكن بعيدة جدا، فإحنا أهلاً وسهلاً الكل ينور بس بالنظام.
اه طبعا، وبنقدر طبعا اللي جايين من المسافات وبنعطيهم الاولويه في اداء اختباراتهم مراعاه لمسافه السفر اللي هم مسافرين. فباكد مره اخرى انه يعني ما حدث اليوم ان شاء الله غير قابل للتكرار باذن الله، مع التزام كافه الاطراف بالتعليمات، ومع ان الجامعه بتزود قدرتها الاستيعابيه بما يتناسب مع الاعداد اللي بتتزايد يوميا ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد عطيه نائب رئيس جامعه المنصوره للتعليم والطلاب. انا عايز افكر اولياء الامور بانفسهم، لا دول جيل صغير، دول قدي تقريبا يعني اللي هو عيالنا في سن الجامعه، جيل ابهاتنا، عايزكم تتذكروا لما كانوا ابهاتنا احنا الناس اللي احنا يعني في اواخر الاربعينات ومطلع الخمسينات كده من العمر، لما كانوا بيجوا من محافظاتهم اللي ساكنين وعايشين وتولدوا فيها علشان يدخلوا الجامعه في مصر، واخد بالك في مصر كانش في غير جامعه القاهره لفتره ما يعني، ثم بعد ذلك تم انشاء الجامعه اللي هي جامعه عين شمس وجامعه اسكندريه وبعدين جامعه اسيوط وما الى ذلك. وبالمناسبه عين شمس واسيوط دول يرجع الفضل فيهم بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتور طه حسين. مهم، فكانوا بييجوا يقدموا الورق وخلصوا كل حاجه ويدوروا لهم على حته يسكنوا فيها وتبقى حته حنينه وياكل ويتعلم ازاي ياكل نفسه ويشرب نفسه ويغسل هدومه ويجيب حاجاته ولوازمه ومشترياته. طب انا هزيدك من الشعر ابيات وليس بيت. وكانت بعض الاسر في بعض من المحافظات والارياف ترسل اولادها للتعليم في المدارس الابتدائيه والثانويه، مش بس الجامعه، في المحافظات الكبيرة. فتلاقي مثلا ايه اهالي شمال الدلتا يبعتوا العيال عشان مثلا تتعلم في اسكندرية، اهالي الصعيد يبعتوا العيال مثلا عشان تتعلم في اسيوط، عيال صغيرين كده. فكان يبقى مثلا رايح بصحبة اخوه الكبير اللي هو طالب في ثانوي او طالب في الجامعة، فواخد في ايده احمد ولا محمود ولا مصطفى ولا حسين ولا جرج ولا ايا كان، واخد في ايده اخوه اللي هيخش المدرسه الابتدائي اللي عندهم على اول الشارع. ولد عنده 17 18 سنه جايب معاها اخوه ابو 6 7 سنين والاثنين قاعدين مع بعض في منزل للطلبه علشان خاطر ايه؟ هيتعلموا. لا فيها بابا ولا ماما ولا خاله ولا عمه ولا جده ولا حاجه. نيجي احنا ناخد بعضنا نروح مع العيال عشان نقدم في الكلية ونخش نقف مستنيين جوه الكلية، ده واحد داخل الجامعة، طب انت هتعملوا ايه في الامتحان يعني؟ هيحصل ايه يعني؟ هو داخل امتحان الايه؟ ده امتحان قدرات في كلية فنون جميلة، كلية هندسة، كلية فنون تطبيقية، زي ما يطلع بقى الكلية طالبة يعني ايا كان التخصص اللي هو ده هيحصل يعني، يعني امتحان رسمي من الاخر يعني، هتخش انت هتطمن على الواد في الايه يعني؟ ما احنا جايين من بعيد يا سيدي، استناه بره الحرم الجامعي، ده مش نونة، انتوا كده ما بتكبروش العيال، انتوا كده بترسخوا فيهم حالة اعتمادية. العيال دي عمرها ما هتبقى رجالة مال وهدومها ولا بنات يفتحوا بيوت، ستات تفتح بيوت، هفضلوا طول عمرهم رايحين لماما وبابا بيعيطوا. ايه ده؟ انا ما شفتش بصراحة انماط من السلوك اصبحت شديدة الغرابة بتحصل. انا مش عارف، انا كنت عايش في كوكب تاني وبتفاجئ ولا ايه؟ فاصل ونكمل الكلام. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ كله كويس الحمد لله، يا رب تكون كل حاجه كويس. دايما يعني من ساعه ما بقى في حاجه اسمها تنظيمات مسلحه للإسلام السياسي أو الإسلام الراديكالي، أصبح فيه ميليشيات وتنظيمات وما إلى ذلك، فكنا نسمع من وقت للتاني يقولك مثلا إيه الحكايمة اتقتل في ضربة أمريكية مش عارف فين على الحدود ما بين باكستان وكذا، ده أسامة بن لادن كذا، ده مش عارف كان اسمه إيه أبو بكر البغدادي. أخيرا ينشر بأنه تم تصفية أو قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.
ازاي؟ يعني ازاي اتقتل ايمن الظواهري؟ والسؤال الثاني، وهو ما اتقتلش السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبل قبلها ليه؟ او ما اتقبضش عليه ليه؟ وليه ما بيتقبضش على حد؟ ليه كله بيتقتل بس؟ يعني مش بيبقى الناس دي كنز معلومات عايز اقبض عليه حي عشان احقق معاه وما الى ذلك؟ يجي هنا سؤال بقى، يا ترى هل ترى ليه ما بيتقبضش وبيحصل بس عمليه القتل او التصفيه الخ الخ الخ؟ ويا ترى هل ترى ايضا حصلت ازاي والنتيجه السياسيه من وراء عمليه مفترض انها عمليه كبيره مهمه؟ يعني انت كده بتقول القاعده تقريبا هتبقى بخ. معانا على التليفون دكتور ماك شرقاوي، الباحث في العلاقات الدوليه من واشنطن، احد ابرز المحللين بالولايات المتحده الامريكيه لمثل هذه الشؤون. اهلا بيك دكتور ماك شرقاوي. اهلا استاذ يوسف، واهلا بجمهورك الكريم. اهلا بحضرتك دكتور ماك. يمكن بطرح السؤال اللي كلنا بنطرحه يعني من زمان جدا، من ساعة ما ظهر حاجة اسمها القاعدة وعمليات تصفيات ضد القيادات الهامة في القاعدة، ليه دائما لا نجد أثرا لجثمان؟ سؤال ممتاز، وبالتأكيد يعني بيطرأ إلى الذهن، ولكن أنا تحليلي أن العمليات العسكرية اللي بتقوم بها أمريكا في مقتل البغدادي في عهد ترامب ومقتل ايمن الظواهري النهارده في عهد بايدن بيستخدموا الضرب عن بعد، يعني المعلومات المخابراتيه بتحدد المكان وبيتم تاكيد المكان وبيتم اطلاق صاروخ كروز او يعني صاروخ موجه من طياره بدون طيار. ليه؟ لان هم مش عاوزين يحصل اللي حصل مثلا في تصفيه اسامه بن لادن. المجموعه اللي راحت نص المجموعه يعني تم مقتلهم بسبب خطا فني في تنفيذ العمليه، وايضا يعني كانت نسبه الخساره عاليه في تنفيذ العمليه، وكانت ايضا كمان في تعاون ما بين اسلام اباد وبين امريكا. لكن في حاله طالبان ما فيش اي تعاون، بالعكس ده طالبان يعني بتضرب واشنطن في الظهر بانها بتستضيف عندها زعيم القاعده. فاعتقد ان يعني لم يكن هناك اي تعاون من طالبان والولايات المتحده الامريكيه، وايضا الخوف من الدخول بعمليات على الارض يعني من العمليات الخاصه ان يكون هناك نسبه اصابات عاليه، فبيتم استخدام الاستهداف عن بعد، وده استخدموه على فكره في الكثير من زعماء يعني الجماعات الارهابيه في اليمن مثلا وفي سوريا وفي العراق. هي بالتاكيد يعني اقل كلفه من ناحيه الخسائر البشريه واكثر دقه وما فيش فيها كلام، يعني هو صاروخ كروز بيدمر المبنى بما فيه، يعني اللي مش هيتدمر هيسيح من حراره ال هيتبخر. طب هنا يجي برضو سؤال تاني غصبا عننا هيتبادر الى اذهاننا، التزامن بتاع تصفيه ايمن الظواهري مع الأزمة الصينية التايوانية الأمريكية، هل هناك ارتباط هذا التزامن والتوقيت؟ هو أنا أعتقد التزامن مع الانتخابات الرئاسية اللي هتحصل في شهر نوفمبر، يعني هم حاطينه في الثلاجة وعارفين مكانه من 6 شهور فاتوا. وتنفيذ العملية تم يوم السبت والإعلان عنها تم بالأمس، يعني واخد بالك؟ بالظبط. يعني أعتقد إن هي كانت موجودة في الثلاجة عشان الانتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر القادم، لابد ان ياتي الرئيس بعمل بطولي. اوباما تخلص من اسامه بن لادن، ترامب تخلص من البغدادي، وبايدن تخلص من زعيم القاعده ايمن الظاهر. طيب هنا ان المكاتب السياسيه بالتاكيد انتخابيه بحته. هنا يبقى هنيجي هنا بقى للسؤال الاعمق او الاكثر وقعا في اثر اجابته، انه هذا التزامن لاجل خلق حاله بطوليه الولايات المتحده الامريكيه في عهد جو بايدن تستطيع تصفيه زعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري، لكن هل بالفعل سوف تاتي بهذه الثمار سياسيا او على المستوى الدعائي في اطار هذا الوضع القائم والمتازم بالازمه التايوانيه؟ بالتاكيد لا، ولكن اللي عدل الصوره قدام المجتمع الدولي زياره نانسي بولوسي لتايوان. يعني اعتقد ان امريكا وصلت رساله في غايه الاهميه للصين، لن تستطيعوا ان تلتهموا تايوان. ف
وان تايوان لن تكون اوكرانيا جديده. فاعتقد ان ده اللي ممكن يعدل الشكل البطولي لبايدن. وبعدين بص بايدن برضه في اعلانه الكلمه لمقتل ايمن الظواهري قالها مرتين في بدايه الكلمه، 7 دقائق على فكره، يعني الموضوع لا يستدعي اكثر من 3 دقائق. قالها مرتين، احنا هنستهدفك في اي مكان انت فيه، في اي حته في الارض، في اي وقت، لو انت هددت مصالحنا. اللي هو مظهر الكاوبوي الامريكي برضه ده يعني بيعزز من الصوره اللي بايدن عايز يضفيها على الاداره بتاعته، خاصه ان بالتاكيد لم يحقق اي انتصار لا داخلي ولا خارجي. على المستوى الداخلي الدنيا بايظه في امريكا، على المستوى الخارجي مفيش حاجه وعد بيها وتمت، مفيش حاجه عملها ونجحت. الخروج من افغانستان كان فضيحه، العلاقات الامريكيه يعني الاوروبيه ليست على افضل ما يرام. صحيح. وعوده الى لنزلسكي الرئيس الاوكراني بانه سوف يدعمه، وبعدين الوعود تبخرت الى الدعم المادي، حتى لم تكترث الولايات المتحده الامريكيه انها ترسل الطائرات ارسلتها مؤخرا بعد يعني بعد خراب بلطة، وتم تفكيك الطائرات وارسالها الى داخل اوكرانيا لتركيبها مره اخرى على الميج 29. فبالتاكيد الصوره اللي حصلت دي والرتوش التي لوثت هذه الصوره، بالتاكيد عمليه ايمن الظواهري وزياره نانسي بولوسي بالتاكيد هتثير ضوء من يعني تسليط الضوء على الصوره مره اخرى. طب ليه يعني بالتاكيد مكاتب دوليه وايضا مكاتب داخليه على مستوى المختلف. طب اخيرا دكتور مكفي، سؤال سريع وايضا اعتقد ان الاجابه هتبقى سريعه، اسف علشان الوقت، ولكن الا تعتبر انه حتى الاصرار على زياره نانسي بلوسي الى تايوان ادت الى المزيد من الاحتقان او الاحتدام لدى الصين؟ احنا شفنا التصريحات بتاعه الرئيس الصيني في مواجهه التصريحات الامريكيه، من يلعب بالنار فسوف تحرقه، ده من ناحية. من ناحية تانية حتى رئيس الأركان الأمريكي كان واضح جدا، قال لم نعهد هذه اللهجة العدائية من الصين من قبل، ثم نجد تحرك عسكري صيني بالفعل تجاه تايوان. تايوان بتعلن أنه طائرات أو 21 طيارة صينية دخلت المجال الجوي الصيني، وعندنا تحركات في بحر الصين الجنوبي. يعني كل ده من شأنه أنه أصلا يبوظ المشهد الأمريكي. هو يعني بالتأكيد أقول لك ببساطة وبسرعة، امريكا كانت بتتعامل مع الصين من منطلق وريني اخرك. فالصين طلعت وعملت تصريحات خطيره جدا، والتحذير الاول والتحذير الثاني والتحذير الاخير قبل الطياره ما تنزل ب 20 دقيقه، هنعمل وهنساوي وفي الاخر ايه؟ تمخض الجبل فولد فأرا. نتمنى انه المساله تنتهي عند هذا الحد، فلا نجد حربا في الشمال وحربا في الجنوب، العالم مش ناقص. انا بشكرك جدا دكتور مكشر قوي، الباحث في العلاقات الدوليه من واشنطن. وقد يكون لهذا الحديث المتعلق بالصين وتايوان والولايات المتحده الامريكيه ماذا يحدث لو، سيناريوهات لو دي، يقول لك لو تفتح حمل الشيطان، طب سيناريوهات اذا، يعني هنشوف. على كل خلوني استاذنكم، هنروح لفاصل، عايزين نرجع بعد الفاصل ونستقبل ضيفنا العزيز جدا 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 المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. تطوير المناطق المختلفه في القاهره والمحافظات، عشان كده انا بقول لك ضيف عزيز، ضيف عزيز على من الناحيه الانسانيه وضيف عزيز من الناحيه المهنيه، الواقع والتغييرات اللي بتحصل في أنماط وفي حياة شريحة واسعة جدا من المجتمع المصري بيقودها المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. استنونا لو سمحت. أنا من ساعة ما اتولدت في حاجة اسمها عشوائيات، أنا مواليد 75، من ساعة ما اتولدت، وأعتقد إن ده كان أنا ما شوفوش، كان صداع، كان جرح غائر في البناء الاجتماعي المصري، إن في ناس بتعيش أو بنسيبهم يعيشوا بالطريقة دي، بنسيبهم ما يتنفسوش، ما يعيشوش، ما يشوفوش، ما يفتحوش عليهم على مشهد لطيف، ما يعيش في بيت آمن، مسكن صحي. كنا ناخد في المدرسة يقول لك إيه المسكن الصحي، يعني إيه المسكن الصحي في المدرسة؟ والله يقول لك الذي يدخله الشمس والهواء. أخيرا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأنه يبقى في حاجة اسمها تطوير أو قضاء على مسألة العشوائيات.
النهارده زي ما كنت بقول لكم كده او دلوقتي ضفنا العزيز جدا على العقل وعلى القلب وعلى الواقع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه، وانطقها صح، الحضريه جايه من الحضر وليست الحضاره، الحضاره دي قصه ثانيه. منورنا يا فندم. شكرا جزيلا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله والله. يمكن انا بدات الاول كلامي بمساله من ساعه ما انا اتولدت كان في عشوائيات، وربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني قوي بانه مد في عمري ان انا بدات اشوف الحكايه دي بتخلص. الحمد لله. بتخلص ازاي؟ والله يعني اول حاجه فضل ربنا علينا، تاني حاجه قياده سياسيه وايمانها بحل القضيه. تالت حاجه ازاي بنضع خطه قبل التنفيذ، قبل التعديل، قبل المناوره ومقبوله لدى المواطن. دي اهم حاجه من النقط المهمه جدا ان هي تبقى مقبوله ليه. في بعض الحلول بتحط في العقود السابقه غير مقبوله للمواطن. الحكومه بتحط من طرف واحد حل، الحل مش متوافق مع المواطنين، مش متوافق مع الناس اللي عايشه في المنطقه، فكان بيوجد رفض. والرفض ده مش ان الناس كانت اقوى من الدوله، لا، الرفض ان هو مش قادر يطبقه نفسه كدوله. يعني انت هتطبق ايه؟ يعني هتسحر للناس عشان يقدروا يعيشوا اللي انت مش عارف تطبقه؟ يا مسؤول مثلا ايه، انا هديك 20,000 جنيه كتعويض عشان وعيش، هيعمل بيهم ايه؟ اذا ده حل مستحيل، يعني اتحط كده مع المستحيلات. او هاخدك انقلك اوديك في حته بعيده لا فيها لا مدرسه ولا بتاع ولا هاخدك اموتك هناك في الحته دي. اذا فالحلول اللي كانت محطوطه كانت حلول غير مقبوله وغير قابله للتطبيق. كلمه غير قابله للتطبيق دي نقطه مهمه جدا جدا. طب ازاي نحط حلول قابله للتطبيق؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي دخلنا في فرع من فرعيات ايه نجاح القضيه. لو اصل احنا لو اتكلمنا هنتكلم حاجات كتير قوي، لكن قابله للتطبيق دي خدها من الناس. يعني انت دايما في برنامجك كده بتقعد تتبسط في الحوار مع الناس. ايوه. الناس بتتقبل الحوار وفهمك. طيب الحمد لله. يبقى لازم احنا نقعد مع الناس اللي احنا عايزين نتكلم بلغتهم. ونشوف هم عايزين ايه. يعني ماسبيرو اللي جنبنا دلوقتي دي 40-50 سنة الدولة بتحاول تحلها. ما اتحلتش. صح. طب احنا حليناها ازاي؟ ما لا معانا العصا السحرية ولا حاجة. ببساطة شديدة جدا كنا بنيجي نقعد مع أهالينا على القهاوي هنا جوه ماسبيرو ونقعد، انتوا عايزين ايه؟ أنا شخصيا هم بفضل ربنا عزموني مرة على السحور ومرة على الفطار في رمضان ونقعد على القهوة، وهم كل هم اللي كانوا بيدفعوا المشاريب وكل حاجة. أيوة. يعني القعدة كانت تبقى قعدة يعني متبسطة جدا جدا، وهم حتى كانوا بيقعدوا يصوروا ويسجلوا وأقول لهم سجلوا عشان يبقى كلام حاسبوني عليه في يوم من الأيام. حاسبوني عليه. يقولوا لي مثلا حاجات احنا عايزين كذا كذا، هحاول أحققها لكم. هحققها لكم، يعني في كلمة هحاول ده وعد بالمحاولة. هحققها لكم إن شاء الله. مش هقدر، انسوا. دي ما تتحققش. كان الحوار صريح جدا. بنخلق تفاهمات. وانا حافظ اسماء الناس و يعني احنا بقينا اصدقاء، وهم انا شخصيا يمكن دخلت من يومين على صفحاتهم. كان خلاص هم اقتربوا ان شاء الله من العوده للابراج اللي شايفينها ان شاء الله دي. بداوا يتكلموا في حته الابراج هي صح؟ دي الابراج. يمكن حتى دي صوره اقدم شويه، ده احنا عندنا صور الاحدث كده. هو اللي هيعدي من شارع 26 يوليو في بولاق او اللي هيبص من فوق كوبري اكتوبر هيشوفها واضحه بجلاء يعني. يعني ف لقيتهم بيتكلموا على حته، لما بخش على كل صفحات الاهالينا اللي عاملينها بيقولوا بيعملوا جروبات كده عشان، فبخش عليها وابقى يعني منبر يعني داخل عضو في هذه الصفحات وبتشوف وبتقرا وبتتفاعل. لقيتهم بيتكلموا على الحته بتاعه العدادات، الدوله هتدفعنا فلوس العدادات الميه والكهرباء والصرف. العدادات الديجيتال الجديده دي. لازم هتدفع. عايزني انا ادفع لك؟ هكتب العدادات باسمي. اسمي كدوله يعني. باسم الصندوق. طبعا. لازم تدفع عشان تبقى باسمك انت. احنا بنتكلم في الشقه، الشقه متكلفه ملايين وبتساوي ملايين مضاعفه. في المكان ده، ومع ذلك الدوله بتقول لك لا دي شقتك. مش هنتكلم على حاجه بسيطه قوي. احنا ممكن الناس طبعا حالتها وي بنحاول نساعد هنا، نشوف الشركات وشركات الشبكات ازاي تقسط ده على الاستهلاك. كنت لسه هقول ينفع تتقسط على الفاتوره. احنا بنعمل كل شيء لاهالينا. يعني دافعين يعني في القضاء على عشوائيه 40 مليار جنيه. قضينا على قد ايه لحد دلوقتي؟
احنا في حاجات مناطق خطره وفي غير مخطط ليها. احنا يبقى كده هنضطر نتكلم على التصنيف اصلا بقى. ماشي. التصنيف من اساسه احنا عندنا عشوائيات غير امنه وغير مخططه واسواق عشوائيه. الغير امنه اللي خدنا بيها تكليف من الرئيس في منتصف 2016، تكليف من رساله الرئيس ان عام 20 ده العام النهائي ليه قضاء على العشوائيات الغير امنه. قد ايه القضيه اللي جوه العشوائيات الغير امنه؟ 357 منطقه، كانت 200,000 وحده بقوا 246,000 وحده لما احنا كبرنا بعض المناطق. يعني منطقه كانت مثلا زي الناس دلوقتي بتتكلم على منطقه سور مجرى العيون. أيوة. الاول عشش ابو السعود دي كانت عباره عن 5.7 فدان فيها 570 اسره وخلاص وهنخلص على كده. فالتوجهات جت ليه تكلموا ما تتكلموا في ال 94 فدان بتوع سور مجرى العيون اللي كلهم مصانع او ورش، مش مصانع كمان، ورش دباغه جلود وصناعه الغره و و وكانت المنطقه ملوثه يعني متاثره على الصحه والناس ساكنه في حاجه غريبه جدا. تحولت مثلا من 570 مشكله ل 2000 مشكله غير المصانع. المصانع راحت الروبيكي. طب اهالينا اللي كلهم شغالين في المنطقه بتاعه سور مجرى العيون كلهم شغالين في الدباغه معظمهم يعني. عملنا استماره ليهم اختيار، دايما بنعمل دايما استمارات الاختيار اللي هي زي ما قلت في الاول ايه ازاي بنحقق مطالب الناس. ام 1000 منهم قالوا احنا عايزين نروح اقرب ما يكون من الروبيكي، اشترينا 1008 شقه في مدينه بدر. وال1000 الثاني قال لك انا اروح الاسمرات. خلاص يبقى حلينا مشكله الناس بما يتوافق مع رغباتهم. في مثلث ماسبيرو لما كنا بنقعد مع الناس واحد يقول لي انا عايز اديني تعويض مادي بس مناسب. كلمه مناسب دي تحتها 1000 خط. مناسب دي يعني معناها نوجد له حل بالفلوس اللي هياخدها، يبقى في حل زي الدوله ما بتحله. مثلا لقينا ايه ساعتها، كان ساعه ما بنقيم الموضوع ده كان الشقه في الاسكان الاجتماعي 174,000 جنيه او 184,000 جنيه في بدايه التقييم. فقلنا خلاص احنا لازم حلنا لا يقل عن شقه في الاسكان الاجتماعي كماديا. فقلنا ساعتها حتى كان الدوله بتفاوض الناس زمان ب 25,000 جنيه الغرفه. وهم قالوا عايزين 40,000، قلنا ايه رايكم في 60؟ هم قالوا 40، قلت لهم طب 60. وهم الناس اصلا قعدوا يتفاوضوا معانا، في ناس قالت عايزين 60 وناس قالت طب احنا حلو قوي 40. قلنا لهم لا والله بدراستنا لقينا ال 60 هي العدل. ال 60 هي العادله للغرفه، والصاله غرفه. يعني اوضتين وصاله بقت ثلاث غرف، تبقى ليك عندنا 180,000 جنيه. اللي هي بتمن الشقه، بتمن الشقه بتاعت الاسكان الاجتماعي. وايه رايك كمان في 40,000 جنيه دعم اجتماعي من الدوله؟ تبقى 220,000. 220,000 جنيه. يبقى روح اشتري شقه وادفع يبقى المقدم بتاعها اللي هو 25,000 جنيه والباقي معاك في البنك تدفع اقساطها. حطينا الحلول اللي تخلق حياه كريمه للناس، مش ان انا اخلص من مشكلتهم. الفرق كان زمان الدوله بتدور على حلول نخلص بيها من الناس ومشكلتهم. نخلص بيها من الناس، يا ريت نخلص من المشكله. والله. انما دلوقتي الحلول اللي بتحط ازاي نخلص من مشكله الناس ونعلى بحياتهم ونقوم حياه كريمه ليهم. صح. طيب، واحد تاني قال لك لا انا مش عايز تعويض مادي. طبعا اللي عنده ثلاث شقق بياخد يعني وكذا اضرب في سنين يعني اتجوز 1000 زياده على حسب عدد الاوض اللي هو اللي فيها يعني. واحد تاني يقول لي لا ما تديني شقه في الاسمرات بفرشها. اتفضل الشقه دي ب 200 ثمنها 200,000 جنيه. وانت اصلا عندك اوضتين وصاله يبقى ليك عندي 220,000 جنيه. ادي شقه تملكها اهي وادي 20,000 الفائض كمان. حقك هتاخده. ليك عندي 280,000 جنيه. يبقى دي الشقه وادي 80,000 جنيه. حاجه ما اعتقدش ان الناس يعني اعترضت على هذا الموضوع. طيب واحد ثالث قال لي انا عايز ارجع المنطقه بس بنظام الايجار، انا ما عنديش ان انا ادفع فلوس الشقه دي والحاجات دي. اوكي. واحد ثالث قال لا انا عايز ادفع بس ادفع الشقه دي تبقى تمليك على 30 سنه 20 سنه و30 سنه. حاضر. واحد ثالث قال لك لا انا ممكن ادفع اقساط سريعه وعشان لما عايز ابيعها يبقى انا اقدر استفيد منها. اوكي. انت ليك عندنا 200,000 جنيه و 220,000 جنيه. الشقه دي اللي مكلفاني مليون وشويه. ايوه. ب 375,000 جنيه الصغيره و 475,000 جنيه الكبيره.
ده اقل من تلت تمنها. ما فيش غير ما فيش وتشقى دلوقتي استثماريا اعتقد ب 2 مليون شويه كده في المنطقه دي يعني ان شاء الله. خلينا ما ده احنا شقه في مثلث بيرو في فص الالماس بتاع الخاتم بتاع القاهره. اه والله هو ده فص الالماس هنا مثلث بيرو ده كده. فلقينا دول خمس رغبات يا جماعه في حد وده في قعدتنا مع الناس على القهاوي حد عنده رغبه سادسه دول خمس رغبات كده؟ مفيش. بنعيد مره تاني ونزيد وفي رغبه سادسه؟ مفيش. حطيناهم في استماره وفتحنا هنا في مثلث مزبير وجبنا كرفانات وجبنا اللقطه بتاعتنا قعدت تسلم الناس الاستمارات بارقامها يرجعوا لنا رغباتهم. وفتحنا مرتين تغيير الرغبه وفترات طويله عشان اللي عايز يعدل ويغير رغبته وعدلنا يشاور عقله احنا تحت امرك. لغايه ما اول ما هنبدا تنفيذ المشروع قفلنا اي تغيير رغبه. طبيعي انتهى الموضوع خلاص كده بقى ما عادش فيه تفكير لان ايه كان ساعتها الناس بتقول لك ايه ولسه يمكن اهالينا اللي سامعنا دلوقتي مثلث مزبيرو كان الرغبه اسمها رغبه البقاء اللي هم بثلاث حاجات فكانوا يطلقوا عليها رغبه البقاء لله. ونعم بالله ما هم فعلا كان بيقولوا ايه خد فلوس واجري او خد الاسمرات لان الرغبه اللي بتقول البقاء دي البقاء لله الدوله مش هتديكوا حاجه. فدلوقتي اهالينا اللي اختاروا البقاء لله هو فعلا البقاء لله والبقاء هيكون لله ثم بقائهم في المنطقه. طيب خليني استاذن حضرتك نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل عايز اعرف طب هو ايه اللي فاضل قدامنا لسه ايه هنعمله؟ هل المشوار طويل ولا قصر كتير؟ فاصل ونكمل الكلام مع الباشمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه بعد اذنكم استنونا. كل الترحيب بضيفنا العزيز جدا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه وقلنا بعد الفاصل عاوزين بقى نقعد نتكلم لسه المشوار طويل ولا المشوار قصر حبتين وايه اللي فاضل فيه؟ لا ده طويل. وتقل الله وكبر. احنا كنا امبارح اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه. ايوه. كان مستهدفنا قضاء على الغير امن ب 40 مليار جنيه 357 منطقه 246 الف وحده. والفاتورة 40 مليار جنيه. من 2017 بدأنا ندرس مع اليو ان هابيتات تشريح للعمران في مصر. نشرح بقى العمران في مصر، العمران في مصر عايز ايه؟ واحنا بعد ما نخلص قضيتنا هنقفل الصندوق ولا هنطور نفسنا ونبقى الابن البكر للجمهورية الجديدة؟ ما ينفعش ابن بكر للجمهورية الجديدة يبقى تطوير العشوائيات. لا لازم يبقى حاجة تانية سقف طموحاتها هي حدودها السماء. حلو. فإيه سقف طموحات حدود السماء؟ يبقى هنشوف العمران في مصر محتاج إيه. لقينا العمران في مصر صنفنا عملنا تصنيفات مناطق مميزة مناطق تاريخية مناطق اللي هي تحديات ومناطق فرص. إزاي أخلق من الفرص عشان أصرف على التحديات؟ إزاي مناطق مميزة زي التاريخية قرية تاريخية و إزاي أقومها؟ ما ينفعش اشتغل في وطبعا معانا لتطوير العشوائيات وقضاء على غير امن الحاجات دي برضو معانا. ازاي نشتغل في الكلام ده؟ ما ينفعش تطوير العشوائيات ومهامه ما ينفعش غير حته قضاء على العشوائيات. لكن الجزء الباقي ده كله قعدنا ندرس ونعمل لان نفسنا محتاجين يبقى حاجه اسمها تنميه حضريه مش تطوير حضري. تنميه مشتملاتها وسقفها اكبر بكتير. يعني التطوير هو تطور شيء لذاته. التنمية لا بتخلق بتجيب من الفرص حاجة ابجريدنج لكل شيء وبتخلق فرص من لا شيء. حلو. يعني موضوع التنمية دي كلمة التنمية غير تطوير. كويس. طيب يبقى خلاص يبقى لازم الصندوق يبقى اسمه التنمية الحضرية. طب الصندوق التنمية الحضرية مهامه تبقى ايه؟ والله المناطق اللي هي التنمية الحضرية داخل المدن القائمة. يعني عندنا العمران في مصر احنا قلنا نقسمه لثلاث حاجات. المدن العمرانيه الجديده القطاعات العمرانيه الجديده دي بتقوم بها وزاره الاسكان وهيئه القطاعات العمرانيه. صحيح. طبعا نجاحاتها الناس شايفاها سؤال العين ما حدش يقدر ينكرها واللي يتكلم كلام غير كده يبقى ما حدش هيصدقه لان خلاص. أيوه. امر واقع قدام عينينا جدا. الشيء الثاني اللي هو الريف ومبادره حياه كريمه قايمه بيها وزاره التنميه المحليه. الحاجه الثالثه التنميه الحضريه داخل المدن القائمه اللي هو احنا. اذا عندنا ثلاث افرع للتطوير والتنميه العمرانيه داخل مصر هم الثلاث حاجات دول.
احنا جزء منهم، اللي هو المدن القائمه داخل الدوله اللي هي اهملت و وازاي بنشغل فيها. وبرضه عنوان للناس اللي بتقول لك ده بيفكروا في المدن الجديده وسايبين القديم، لا احنا عنوان لنظره القياده السياسيه للمدن القائمه، والمحاور والطرق والكباري وكل ده، المليارات اللي بتصرف على الحاجات الداخليه دي كلها، عنوان تاني برضه بيقول طبعاً. لا ده احنا بننظر ازاي نرتقي بالمدن القائمه. طيب لما جينا نشتغل بقى فيه حطينا نفسنا بنود اعمال مهام تكوين لصندوق، وصدر القرار في اغسطس 2021 بتعديل الصندوق من صندوق تطوير مقطع عشوائيه لصندوق التنميه الحضريه بمهام 1 2 3 4 ومهام مفتوحه وحدود زي ما قلنا حدود السماء. طيب أمنا على طول كنا مشتبكين قبل ما يطلع قرار الصندوق في مبادره سياده الرئيس اللي اطلقها تطوير عواصم محافظات المدن الكبرى. المبادره دي لوحدها مستهدف 500,000 وحده في 27 محافظه بتكلفه من 500 ل 600 مليار جنيه. كنا بنتكلم في 40 مليار بقى، اللي بتقول ايه انتوا قلت ولا ده احنا طموحنا وصلنا لحته تانية خالص. طيب 500 مليار جنيه، طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا القاهره التاريخيه. القاهره التاريخيه دلوقتي احنا شغالين في 5 مناطق بس حاليا بتكلفه 6 مليار جنيه، وهي احياء القاهره التاريخيه وليس تطوير او تعديل او حاجه زي مثلث مزبير الناس تفتكر ان احنا كنا هنشيل، لا احنا بيحيي العمراني الاثري في القاهره التاريخيه. فاحنا بنشوف ازاي هنحييها، ازاي العمران الخرابات والمناطق المتهدمه نزيلها ونبني من جديد زي ما كان زمان. قرينا كتب التاريخ، قرينا وشفنا اللوحات المرسومه، شفنا كل حاجه، شفنا التاريخ بيقول ايه، بيحكي يقول لك ده الامير فلان او الملك فلان كان ماشي هنا في الحاره دي او الشارع ده والمشربيه الفلانيه، بقينا نتخيل. أيوه. في مستشرقين راسمين لوحات. في كتب رسمه وكاتبه، بقينا ده الاصل بتاع الحاجه دي شكله كذا. الاستشاريين المتخصصين جم وبداوا يعملوا تصور للاحياء الكلام ده علشان نقدر نوصلها قدر الامكان بصوره تبقى الاصل. اصلها فين؟ وهي اصلا بنرمم، يعني ايه لو في اثر مسجل بنرممه، اثر مش مسجل هنرممه برضه، وكله تحت بالمشاركه مع وزاره الاثار. الحاجه الثانيه ازاي المباني اللي هي مودرن داخل القاهره التاريخيه، مباني مودرن ازاي، ده ايه، ده ايه الانتهاك لحرمه الجمال التاريخي هنا. بنعدل واجهتها ونحولها ل تاريخيه. بنعدل الواجهه ولا بنعمل لها كلادنج كده تجليد وتغليف؟ لا لا ده الموضوع احنا بنكسر الواجهات ونمحرها من جديده. الاسطح ما ينفعش بقى ايه واحد ايه سايب سطوح كده بعبل وزي ما قلنا، انا اسف الكلمه يعني. لا ده احنا بنطلع نعمل عزل ونعمل بلاط ونعمل الوان ونعمل كل حاجه، ونعمل حتى المشربيات على البلكونات والحاجات دي بنعملها احنا في مصر. في مصر هنا بنشتغل كده. والله احنا ويمكن الصور موجوده في القاهره التاريخيه، فبقينا نعمل كده. ولو لو مبنى طراز عمراني ومسجل بنرممه من جديد، بنحاول نحافظ عليه، ولو مكان خرابه بنشيلها، لو مبنى قديم بنرممه. الوكالات، وكاله نفيسه البيضاء، وكاله الشرباجي، وكاله الارناؤوطي، وكاله الحصر، وكاله المله، وكاله قايتباي، كل دي وكالات قديمه كانت عباره عن محلات وكده. وكاله نفيسه البيضاء دي كانت اتبهدلت بهدله. ما هي دي هنشتغل فيها ان شاء الله. دي انا شفتها والله تبكي عليها. انا عارف الحته دي كويس قوي يعني. غير عادي وجنبها حمامات السكريه. لا العمليه هناك، لا حتى بدا اليونسكو بتعملوا ايه؟ وانا لهم الصور، ده الوضع الحالي وده اللي هنعمله. قالوا لا ده جو هيد اشتغلوا. احنا بنعمل كده في بلدنا بعرقنا وشقانا وايدينا وفلوسنا ورجالتنا وكل حاجه يعني. يا دين النبي، كمل يا فندم. فاحنا هنا ادي القاهره التاريخيه دي لوحدها 6 مليار في الخمس مناطق دول. ولو فكرنا في حدود القاهره التاريخيه كلها ان شاء الله، ليه احنا اختار مناطق بعيد عن بعضها كده؟ عشان ما نشلش الحركه داخل القاهره، هي كلها حواري وازقه. واحنا بنحافظ على النسيج العمراني الموجود، النسيج الحي المسجل في اليونسكو. ما ينفعش اقول ايه والنبي شيل دي واعملها جنينه او وسع هنا عشان الناس، لا هو النسيج لازم نحافظ عليه، لازم نحافظ على الشوارع والحواري بتاعتها زي ما هي. فاحنا بنشغل عشان ايه؟ ازاي نشتغل ما نشلش الحركه داخل القاهره طبعا. فبنشغل ببطء شويه عشان الحته دي والحته دي. طب الشارع ده هنشغل الجنب ده، وبعد ما خلص الجنب ده هنشغل على الجنب التاني عشان سقالاتنا وحاجاتنا ما تسدش الشوارع طبعا. فبندرسها دراسات كتير قوي عشان نقدر نحرر الموضوع ونقدر الناس ما تحسش ايه اللي انتوا تهببوه لينا ده او اللي انتوا بتعملوه، عشان ما يحسوش بازمه يفرحوا معانا. الناس الحمد لله بنشغل في اي مكان، بندرس كل شيء قبل ما نشتغل عشان ما نحسسش الناس ان في مشكلة داخلة عليهم، لا ده احنا جايين لهم بالفرح. اسكندرية جاية امتى؟
اسكندريه احنا اشتغلنا فيها على فكره، عندنا بشار الخير في اللي اشتغلت معانا هناك، عندنا بقى 30,000 واحد بشار الخير. انا عارف قصه بشار الخير وغط العنب والحتت دي حدوته. وعندنا على فكره سكينه وحجازي في مناطق غير مخططه، سكينه وحجازي هناك، منطقه الصيد، الحاجات دي كلها اشتغل هناك. الهيئه الهندسيه شغاله هناك يعني بشغل قوي جدا، لدرجه ان انا لما بتكلم بقول يا جماعه انا اسكندريه ما بعملش في حاجه، الهيئه الهندسيه قايمه بيها هناك. لا انا اسكندريه بالنسبه لي دي انا بقيت عامل زي سواق ميكروباص رايح جاي على اسكندريه، بسافر اسكندريه كل اسبوع، فانا حافظ. لكن الحته الحلوه دي اللي هي بتاعت احنا اعاده الصوره البهيه اسكندريه المريه تاني، اللي هي زي ما بنعمل كده في القاهره التاريخيه. خمس سنين، مش انا اللي بشتغل هناك دلوقتي، بس خمس سنين هتشوف اسكندريه اللي انت بتحلم بيها. والله خمس سنين هتشوف اسكندريه اللي بتحلم بيها. أصل أنا باخد كلام حضرتك ثقة، لأن حضرتك شديد الوضوح. بالعكس قلت لي يعني أنا بقول ينفع أو هنحاول أو مش هينفع، هم ثلاثة. ما إحنا ما أصل مش هقول كلام وبعد كده الإعلام بقى خلاص، كل حاجة اللي بيقول كلمة بيجي يتحاسب عليها بعدين. أيوه يعني تعالى بقى، أنت قلت كده صناعة المفتريين معروفة. مفتريين. فهي الكلمة هي يعني بتبقى يعني محسوبة علينا ومسجلة علينا كل شيء، فلازم كل كلمة نقولها. مش هنقول كلمة النهاردة والناس هتنسى. خمس سنين واسكندريه تلعلع تاني يعني تتلقلق. هي دلوقتي بتلقلق دلوقتي، لكن ان شاء الله يمكن في مشروعات بتعملها برضو الهيئه الهندسيه هناك. في المنطقه بتاعه العامريه، بشار الخير، مشروعات بقى جديده بقى تاني استثماريه كده، غير عند نادي الصدغه، عند مطار، الحاجات دي مش تبعي انا. ولكن أنا بتكلم على رؤيه اسكندريه في السنين الجايه. لا احنا هنشوف اسكندريه اللي عروس البحر الاحمر، البحر الابيض، البحر الابيض، والقاهرة اللي كانت 1930 أجمل مدن العالم. أيوة 2030 هتبقى أجمل مدن العالم إن شاء الله تاني. احنا بنحارب عشان نوصل للهدف ده. احنا على فكرة احنا بنيجي نشتغل، مش بنشتغل الموضوع عشوائي كده. احنا اللهم بلغنا 2030. اللهم أمين. ممكن أركيديا، رمل البلاء، وبعدين المثلث مزبير، وبعدين ميدان عبد النعم رياض، وبعدين القاهرة الخديوية، وميدان التحرير. امشي شوية هتلاقي شغل، اشتغلنا في سيدة زينب روض السيدة، وبعدين بنعمل دلوقتي الطيبي اللي هي روض السيدة 2. وبعدين ما احنا شغالين في السيدة، في سيدة زينب عندنا ان شاء الله. احنا عندنا دلوقتي في خمس مناطق في دماغنا دلوقتي جوه سيدة زينب. اولهم كانت روض السيدة 1 طبعا، والطيبي 2، وفي كام منطقة تانيين كده، خمس مناطق. لما نمشي في الجنوب شويه هنلاقي نفسنا وصلنا للحته بتاع سوق مجرى العيون، والناس شافت سوق مجرى العيون. هنمشي شويه هنلاقي حدائق الفسطاط، احنا شغالين هناك دلوقتي ب 6 مليار البقرة. جنيه 500 فدان، وبعدين بطن البقره دلوقتي بقى اسمها جوهره الفسطاط، خلاص المشروع بدانا فيه. امشي شويه الخياله احنا عملناها زي روضه السيده زمان كان اسمها تل العقارب، ما كده البقره تبقى روضه الفسطاط. شوف الحلاوه يعني كل حاجه هنا. الاسم نفسه احنا بنحاول، يمكن دي بحيرات عين الصيره، البحيره بتاعت عين الصير. يعني الناس كانت الاول لو جبنا الصوره قبل والصوره دلوقتي، لا بحيرات عين الصيره دي من ضمن مشروع 500 فدان حدائق الفسطاط. احنا بنعمل حدائق على مستوى عالمي. وطبعا في دماغي دلوقتي سؤال، انت هتعمل له حاجه حلوه قوي، طب بكره في ايه؟ بكره انا باهل شركات عالميه لاداره هذا المشروع، لان هيبقى فيها فنادق، فيها فود كورت، فيها نهر، المنطقه النهريه، فيها منطقه مغامرات، فيها منطقه العاب، فيها كل متنزهات، فيها كل شيء. انا لو دورت هذا الموضوع بالفكر البيروقراطي لا هتضيع تاني. فنجيب شركات تدير، هياخدوا جنيه هيكسبوني 10 وهيحافظوا لي على اللي انا وصلت له، وهيحافظوا على الفلوس اللي صرفناها، بنستثمر فيها. فالموضوع ده لازم، الموضوع كده احنا كل مشروعات هنعملها عندنا عواصم المحافظات. لما قلت لحضرتك كده احنا شغالين في المرحله العاجله دلوقتي، المرحله العاجله في 13 محافظه بس من 27، واسمها العاجله. العاجله في نص المحافظه، في 13 محافظه 50%، 114,000 وحده بتكلفه 120 مليار جنيه في العاجله بس. طب احنا بدانا من كام شهر؟ حوالي 8 شهور 9 شهور. نسبه تنفيذنا كام؟ وصلنا متوسط ل 35 مشروع 65%. الله في أكبر. بعض المشروعات، بعض المشروعات وصلنا لنسبه 80%. اللي بينفذ معانا مين؟ الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. زرعنا التنفيذ دلوقتي في المشروع ده، مشروع القاهره التاريخيه. مش قلنا من زمان تسلم الايادي؟ وبعدين عايز برضه اقول حاجه، عشان برضه الناس تقول لك ده الهيئه الهندسيه ياخد الشغل والجيش، لا الجيش ياخد الشغل، ده هم بيديروا الشغل لصالحنا. ايوه مين الشركات اللي شغاله؟ شركات مدنيه وشركات مصريه، عمال مصريين، لكن هم اللي بيديروا المنظومه المنضبطه.
طبعا ذات الجوده العاليه ومراقبه الجوده العاليه جدا، بيشرف على الجوده واليات التنفيذ والجوده. لكن مين اللي شغال؟ عمالنا وشركاتنا وكل ده شغال تحت منظومه منضبطه عاليه في الجوده، عاليه في مراقبه الجوده، عاليه في الانضباط والامانه والامن. لا انا اقدر اشهد، انا ليا واحد صاحبي بيورد بواب، واحد صاحبي انا ابو اليزيد تلاقيه سامع دلوقتي هيقول لها بس هو بيدفع الضرايب وهو زي الفل، بيورد ابواب. والله ما بهزر، هو عنده مصنع ابواب صغير بيورد ابواب، وبالمناسبه ابواب اروى بقى. ايه انا بيتنا ما فيهوش باب اروى، بس كمل يا فندم. ففعلا الموضوع بيدار بفكره وكده، يعني بقول لك خلاص احنا طب ايه تاني عندنا؟ عندنا عندنا حدائق الفصح، حدائق الفصح لوحدها على 500 فدان 6 مليار جنيه، عندنا جوهره الفسطاط ب 2 مليار جنيه، عندنا تطوير المناطق الغير مخططه على مستوى الدوله 318 مليار جنيه. انا بكلمك في تريليون جنيه الصندوق مكلف بيهم. ايه ده؟ ودي مش خطه لسه هنفكر فيها، ده احنا دي خطه اتعملت وبننفذ فيها. احنا هنوصل 2030 ان شاء الله، نوصل 2030 والخطه اللي حاطينها منفذينها. احنا الحمد لله بنحط خطتنا وحاطين الخطه بتاعتنا على 10 سنوات وبنشوف كل سنه احنا بايه، ويبقى عندنا مناوره في الخطه كمان. يعني مثلا لما حصل موضوع كورونا وحصل موضوع الحرب في اوكرانيا والحاجات دي، عندنا بدائل. الكورونا تجيلي كده جيلها انا كده، اه يعني الحرب هتجيلي من هنا هروح انا. انت كنت هنا في التلفزيون لما شفتوا كورونا بتاع، انت حسيتوا ان في، وجات لنا شكوى ان في ثلاث ورديات كل ورديه 8 ساعات 24 ساعه شغل. انا كنت اكتر واحد بيحس بالموضوع. فهو قدامي كده، اه احنا يعني وده طبعا شغل وزاره الاسكان هيئه المجموعات العمرانيه. بص احنا منظومه كلها عباره عن اوركسترا شغال، كل واحد ماسك حته الاله بتاعته بيعزف، وقائد اوركسترا عمال يوزع الموسيقى علينا واحنا شغالين نطلع مقطوعه جميله. قائد الاوركسترا ده يستاهل تتبس راسه الف الف مره والله العظيم من قلبي، والمهندس خالد صديقي تستاهل تتبس راسه جدا قوي خالص على هذا الجهد، هو وكل الناس الحقيقه، يعني كلكم الحقيقه بتشتغلوا بشكل مذهل. الارقام اللي انا سمعتها دلوقتي زائد حاجات انا من الناس اللي تدها احيانا ان انا بني ادم جوال لفاف وبجري وبشوف وبسال وحاجات زي كده، بس كمان كان في حاجات بالنسبه لي مبهره الى ابعد الحدود في كلام حضرتك يا باشمهندس. هيبقى لنا لقاءات كتير، واستاذنك استحملني هتلاقيني زنان وبتكلم في التليفون، واستاذنك في مكالمات على الهواء، واحيانا لقاءات ولقاءات اطول، واحتمال جدا جدا اطلب ان احنا ننزل نلف لفه على رجلينا ونتفرج ونصور ونتكلم، ويبقى بشكل اكثر اسهابا، ورب صوره خير من الف كلمه. معلش يعني هتقل. بالعكس ده 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 احنا يبقى يعني ابريشيت ليك، يعني يعني ممتنين جدا جدا. لا التقدير ليكم، لان حقيقي. يعني ممكن يعني ممكن فعلا زي حضرتك قلت الصوره هتوصل للناس مجهود الدوله اللي مش الصندوق لوحده بيعمله. يعني ده الصندوق ده، يعني عايز اقول لك الصندوق بتاعنا على فكره 50 واحد، كلنا 50 واحد للدوله كلها، عاملين كل ده 50، كلنا 50 واحد. وعايز اقول لك انا صدقني انا جاي لك هنا وسايب الناس في المكتب. لا احنا مش هنعطل حضرتك، الحقهم بقى. وليه اوعى تقول لي هبات في المكتب؟ لا احنا جينا نروح على طول دلوقتي. يا رب يخليك يا باشمهندس ويدي لكم الصحه جميعا. الف شكر ليك، الف شكر لكل الناس اللي بتشتغل على هذه المنظومه اللي تخلينا في 2030 كده فرحانين فرحه بهذا الشكل المبهر العظيم. كل الشكر لحضرتك مهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنميه الحضريه. انت عارف يعني 65 و80% في 13 محافظة؟ يعني احنا بالكتير سنة وهيبقى في عندنا حفلة الحفلات. ولسه خلصت الحلقة لحد كده صحيح، لسه ما خلصش الكلام، يمكن ثواني وهيبقى موجود معاكم زميلي العزيز كريم رمزي ورقم 10 وحديث طويل في الرياضة. لكن لو كلنا العمر نتقابل بكرة برضو في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة من قلب القاهرة الممتلئة سحرا. سلامات.